طيب، صباح الخير جميعا. اليوم ان شاء الله زي ما اتفقنا بدنا نبدا نحكي عن موضوع الديب ليرنينج. فانا بدي احاول امشي على هذا الاوتلاين قبل ما نحكي عن ديب ليرنينج. محتاجين نحكي شوية عن النيورال نتوركس. تمام؟ نعم. بعديها نقدر نحكي عن شو هو الديب ليرنينج. بعديها بدنا نبدأ نحكي عن شو المكتبات الموجودة في الديب ليرنينج. بعديها هنحكي انه كيف ممكن، يعني مقدمة للتنسور فلو، كيف اكتب كود في التنسور فلو، كيف آلية الكود في التنسور فلو. وبعديها ممكن ننتقل لمكتبة تانية تستخدم كذلك التنسور فلو في الباك اند، هي الكيراس. وبعديها حنعرج على الثلاث أنواع من النتورك اللي هي المالتي لاير برسيبترون، سي ان ان، ار ان ان. تمام؟ فبدنا نرجع لمدونة ماشين ليرنينج فور ايفري بادي او فور ايفري وان. هاي المدونة هنا فيها شرح عن النيورال نتورك. نرجع انه احنا بنحكي عن الماشين ليرنينج هو عبارة عن سب فيلد من الـ AI Artificial Intelligence. من ضمن الماشين ليرنينج في عندي موضوع النيورال نتوركس، وفي النيورال نتوركس في عندي موضوع فرعي اسمه الديب ليرنينج. عشان هيك لازم نحكي عن النيورال نتوركس قبل. تمام؟ طبعا شو هو تعريف النيورال نتوركس؟ النيورال نتوركس هي مجموعة من الشبكات العصبية المتصلة مع بعض. طبعا الانسبيريشن تبعها جاي من البيولوجي، من دماغ الإنسان، إنه دماغ الإنسان في عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية المتصلة مع بعض. تمام؟ وهل إحنا ممكن فعلا إنه إحنا نعمل نتورك أو نيورال نتورك مثل دماغ الإنسان ويكون عندها القدرة على التفكير والحفظ؟ هذا كلام إحنا حكيناه في بداية الكورس، إنه إحنا حكينا إنه في الماشين ليرنينج إنه إحنا بنحاول نعمل سيموليت لقدرة الإنسان في كتير من الأشياء اللي هي بالضبط الـ ability to learn، بالإضافة للميموري. تمام؟ فالآن إحنا بدنا نأخذ موديل اللي هو نيورال نتورك، بدنا برضو نشوفه في حالتين، إنه بدنا نشوف كيف إنه نخلي النيورال نتورك تتعلم، كيف ممكن نحن نخليها تتعلم، بالإضافة إنه كيف ممكن إنه تحفظ معلومات، لأنه دماغ الإنسان برضو في عنده ذاكرة. طبعاً النيورال نتورك بدأت في الخمسينات تمام، والبدايات تبعتها كانت إنه يعني إنه التايم لاين تبعها كان في صعود وكان في هبوط. فكانت النيورال نتورك مش طريقة مجدية للماشين ليرنينج لغاية الثمانينات. بعد الثمانينات، بعد ما كانت الداتا سيت انه بسيطة وممكن اننا
استخدمها مع النيورال نتوركس انه صار في لها رواج وصارت مستخدمه في كثير من الانظمه. لكن بعد هيك بعد ما انا صار في عندي كثير من التحديات في الداتا سيت والداتا سيت كبرت بطلت النيورال نتورك مجديه. بعديها رجعت ثاني خلينا نقول في بدايه 2010 مع مفهوم الديب ليرنينج، وانه صار في عندي مفهوم انه يعني احد المشاكل اللي 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 حدت من تطور النيورال نتوركس هو الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي. فكانت عندنا في الثمانينات انه داتا ست كثيره او اركيتكتشر يعني نتورك كبيره بتاخذ وقت طويل جدا في عمليه التريننج، تمام؟ فهذا حد من تطورها لغايه ما صار في عنا إمكانية إنه إحنا نستخدم الجي بي يو، تمام؟ إنه إحنا نستخدمه في نعمل باراليزيشن للكمبيوتيشن أو نعمل سبيد أب للكمبيوتيشن، تمام؟ فبالتالي ممكن نحكي المحطات هذه 1980 أو الثمانينات. بعديها ممكن نحكي كيف؟ صحيح، ما هو سرعة التريننج، سرعة التريننج يعني معنى ذلك انه انا في عندي انه بدي يكون في عندي شبكة اكبر، وبدي يكون في عنده القدرة انه هو يتعامل مع داتا سيت اكتر، تمام؟ فهذه كان موجود الجي بي يو، بس انه يكون فيه له اس دي كي احنا بنقدر نستخدمها كمكتبات بحيث نعمل باراليزيشن لهاي الشغلات، انه ما كانش انا عندي متاح. تمام، حكيت حنشوف الرسمه تبعت النيورال نتورك، بس خلينا نشوف شو مفهوم الديب ليرنينج، تمام، كتعريف لانه احنا حنرجع له بعد شوي. Deep learning هو عبارة عن modern method of building, training and using neural networks. لأنه البيلدينج معني بالاركيتكتشر، للتريننج إنه أعمل ترين على داتا سيت باستخدام neural networks. بمعنى آخر إنه في الديب ليرنينج أنا في عندي new architectures ما كانش متاح إن أنا أستخدمها سابقا، زي CNN والRNN، هم هدول بس. لا، لسه في عندي كتير كمان، وبنقدر نقول انه احنا في بشكل فعلي بنقدرش نفصل الديب ليرنينج عن الاورديناري نتوركس. يعني الناس اللي من الاكاديميا او اللي بيحبوا الثيوري بيجي بيحكي انه انا في عندنا نتورك عاديه، او في عندي نتورك ديب، وفي عندي حاجه اسمها ماشين ليرنينج، وفي عندي حاجة اسمها ديب ليرنينج. هو كله في النهاية عبارة عن ديب ليرنينج ان براكتس، يعني فعليا كله عبارة عن ديب ليرنينج. ايش الاختلاف في الموضوع؟ الاختلاف في الموضوع انه صار في عندي نيو اركيتكتشر واستخدام لنيورال نتورك بطرق مختلفة، يعني انه غير عن الاورديناري نتورك. وهاي الشغلة احنا موجودة عندنا في الفيل تبعنا، حاجة اسمها الباز ووردز. ايش الباز ووردز؟ الكلمات الطنانة، يعني عقيت ايش اللي رائج اكثر شيء حاليا، يعني الداتا ساينس. كل حاجه بيجي كل حد بيجي بحكي لك انه داتا ساينس علم جديد وانا بدي اجي اتعلمه، وشيء من يعني انه زي هيك. وفي حاجه جديده اسمها ديب ليرنينج، يعني احدث ما توصل اليه العلم، فهذه شغله جديده انا بدي اتعلمها. بس الكلام هذا الاساس تبعه اصلا موجود من قبل، يعني بدايه الداتابيز. متى بدات الداتابيز؟ سبعينات، تمام. في لما IBM، طبعا الشركات الكبرى هي اللي اللي بتخلي انه الاشي ينتشر اكثر في الشركات، عملت الريليشنال موديل في الداتابيز، وصار في عندي داتابيز مستخدمه في الشركات. هجت من السبعينات للثمانينات للتسعينات صار في عندي تراكم كتير للبيانات، أدى لفكرة أنه يا جماعة إحنا في عنا بيانات كتير بس مش قادرين نستفيد منها. فبالتالي صار في حاجة اسمها Data Mining.
تنقيب البيانات. تمام، تنقيب البيانات يبقى معنى ذلك انه تنقيب البيانات فعليا هو موجود من التسعينات، موجود فعليا من التسعينات، انه كتكنيك انه انا استفيد من الباست داتا اللي موجوده في الداتابيزز اللي موجوده في الشركات. بعد هيك صار في تطور في الموضوع، انه صار في تطور في الهاردوير اكثر، صار في تطور في الالجوريثمز اكثر، صار في ظهور لالجوريثمز جديده، يعني انه في داتا مايننج يعني تم استخدام الجوريثمز موجوده من ال 1800 زي النايف بايس، وصار في ظهور لالجوريثمز جديده زي السبورت فيكتور ماشين، لانه السبورت فيكتور ماشين ظهر في التسعينات كذلك. بعد شويه صار انه في طلب على الوظائف هذه اكثر، فكانت موجوده تحت مسميات كثيره، نوليدج ديسكفري، داتا انجينير، كل هاي الشغلات، لغايه لما صاروا يدلعوها هالايام داتا ساينتست. تمام، فبالتالي هاي الاشياء كعلم موجود من قبل، والديب ليرنينج والسي ان ان والشغلات هذه، السي ان ان موجوده انه اول مره انطرحت في 97. تمام، بس متى بدينا نقدر نستخدمها؟ لما صار في عندي تقدم شويه في الهاردوير وفي المكتبات في الاس دي كي، انه انا صرت انه انا اقدر استخدمها. عشان هيك في عندي هنا عشان اورجي لك ايش هي النتورك، بحر واسع من النتورك. في هذا الشيت حجمه كبير شوية، هذا عبارة عن cheat sheets for AI لنيورال نتورك، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، بيج داتا، ورجيتكم اياها قبل هيك. تمام، بدي اورجي لك النتوركس ايش في انا موجود عندي. هذه كلها انواع من النتورك. انا عندي ابسط نوع اللي هو البرسبترون، في انا عندي 2 انبوت و 1 اوتبوت. طبعا هذه الشغلات انت كيف تعرفها؟ انه هاي الالوان هاي الدليل تبعها هنا، هذا عبارة عن input cell. تمام، هذا عبارة عن output cell، اللي باللون هذا عبارة عن hidden cell. فينا عندي feed forward او FF، او ممكن انه يكون تحت التسمية هاي اللي هو multi-layer perceptron، هي نفس البرسبترون بس هنا multi-layer perceptron، بيكون في عندي هنا hidden layer، مش بس الانبوت والاوتبوت، بيكون في انا عندي هيدن لاير كمان. تمام،
في عندي حاجة اسمها Deep Belief Network، في عندي الأوتو إنكودر، في عندي ماركوف تشين، هوب فيلد، بورتسمان، في عندي الألاستيام، وفي عندي كذلك السي ان ان. في كوهنين، فبالتالي في عندي نتوركس كثيره، وهذه انه ظهرت في اوقات مختلفه على التايم لاين، تمام. فبالتالي انه هاي الديب نتورك، الديب نتورك انه انا في عندي هنا الانبوت، وفي انا عندي هذا الاوتبوت، وهنا في عندي انواع مختلفه من السيل اللي هو باللون الازرق وباللون الازرق، وفي انا عندي في المنتصف النقطة هذه اللي هي عبارة عن ميموري سيل أو ريكرنت سيل. الريكرنت سيل معنى ذلك إنه إنه الأوتبوت تبع النتورك برجع بدخله مرة تانية على النيورون مرة تانية. حكيت حنوضح الشغلة هذه، بس خلينا نشوف يعني، بس أنا حبيت أورجيكم إنه شو الأركيتكتشرز تبعت النيورال نتوركس اللي احنا حنحكي عنها. بشكل عام احنا حنركز على الثلاثة هدول، اللي هو المالتي لاير بيرسبترون والسي ان ان والار ان ان، تمام. في تحتيهم بيجي انواع كثيرة حنشوفها. طيب شو هو النيورون؟ طبعا هذا artificial neuron. اما النيورون biological neuron، نعم أكيد عارفين شكلها. شكلها مثل هيك. طبعا هذه عبارة عن inputs، تمام. هذا السيل بادي، هذا الاكسون المحور، هذا الاوتبوت اللي هو التيرمينالز. فبالتالي هاي ممكن اعتبرها الانبوت اكس 1 اكس 2 اكس ان، تمام. وهذه الاوتبوت عبارة عن واي واحد وواي اثنين وواي ان. فبالتالي هذه الخلية العصبية فعليا انه هي متصلة بعدة خلايا عصبية في الدماغ، واحنا عملنا لها انسبيريشن بهذا الشكل
انه تصير بشكل ارتفيشال، انه يكون في عندي نيورون زي هيك، في مجموعه من الانبوت تمام تدخل على النيورون هذا، وبكون في عندي الاوتبوت. فبالتالي هذه بعتبرها الاكس وهذه بعتبرها الواي. الان على هذه النهايات الطرفيه الدنترايتس، انه بيكون في عندي في بعض الاحيان انه انا مثلا الانبوت هذا بدي اديله اهميه اكثر من انبوت ثاني، فبالتالي بزود الويت تبع الانبوت هذا، بزود الويت تبع الانبوت هذا بديله اهميه اكثر من هذا، تمام. فالاهميه هذه كيف انه احنا ممكن انه احنا نعملها سيميليشن، ممكن نعملها سيميليشن بالويت. فبالتالي انا عندي هذا الانبوت 10 و7 و3، ايش الويتس تبعتهم؟ هذا نص، واحد، واحد. فبالتالي بنقدر نقول انه هذا الويت تبعه اقل من الويت تبع الانبوت الثانيين، 7 و3 ال10. لا هذه واحد وواحد من عشرة. تمام. فبالتالي اقل واحد هو التلاتة، بعديها بيجي العشرة، وبعديها بيجي السبعة. تمام. كيف العمليات اللي بدها تصير جوا هنا داخل الخلية العصبية؟ طبعا الخلية العصبية بتستقبل اشارات كهروكيميائية، تمام، وبصير تفاعل معين، والناتج برضو عبارة عن إشارة كهروكيميائية. لكن هنا في الكمبيوتر كيف نعمل سيميليشن؟ بده يكون من خلال عمليات حسابية، عمليات حسابية. فبالتالي العملية الحسابية هنا إنه إحنا عادة إحنا إيش بنسوي؟ X1 ضرب W1 زائد X2 ضرب W2. فبالتالي هذا زي ما حكيت لك اعتبره X1 X2 X3، وهنا W1 W2 W3. فبالتالي هو عبارة عن حاصل السميشن XI ضرب WI بهذا الشكل. فبالتالي العشرة في النص، سبعة في واحد، وثلاثة في واحد من عشرة، تمام. وفي عندي حاجة تانية هنا انه اسمها Activation Function، انه مش بس بتجيب انه عبارة عن عملية حسابية بتجيب للسميشن، لا، الاكتيفيشن فانكشن بتحدد كيف شكل الاوتبوت. على سبيل المثال ممكن احط الاكتيفيشن فانكشن انه اذا كان الصم اكبر من 10 طلع لي الاوتبوت 1، اذا كان اقل طلع لي اياه 0 زي هيك. طبعا في عدة اكتيفيشن فانكشنز حنشوفها، بس احنا هنا نحكي في الفكرة انه كيف صار سيميوليشن من البيولوجيكال نتورك او نيورون لا الارتفيشال نيورون، انه كيف شكله زي هيك. ممكن يكون اي شغله تانية، ممكن يكون لينير بس من رينج مثلا من ماينس نص ل بلس نص مثلا، حسب الاكتيفيشن فانكشن. كيف ممكن انت تحط انه من رينج كذا لرينج كذا طلع لي الاوتبوت كذا، من رينج كذا لرينج كذا طلع لي اوتبوت تاني. فبالتالي ممكن انه انت تقسمها على فترات. في حدا تاني كان بده يسال هنا؟ تمام. هذا النيورون الواحد. كيف بدنا نوصل، كيف بدنا نعمل نتورك؟ بنروح بنوصل الشبكات هدول مع بعض بهذا الشكل. فبالتالي هذا ايش اسمها؟ مالتي لاير بيرسبترون. فبالتالي احنا اجينا الان لاول نوع من النتوركس اللي هو المالتي لاير بيرسبترون، او في لها اسم ثاني، تمام. الاسم هذا اسمه فيد فورورد نيورال نتورك، اف اف ان ان. ليش هذا الاسم؟ لانه انا عندي كل نيورون، طلعوا لي على النيورون هذا، كل نيورون is fully connected مع layers الذي يعني مع كل النيورونز في اللاير اللي بعده. يعني هذا النيورون هاي متصل بهذا 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 بكلهم. في بتلاحظوا بعض الكونكشن غامقة وبعض الكونكشن انه الخط رفيع، هذا ايش بيعكس؟ مقدار الويت، تمام. فبالتالي هاي معنى انه هذه fully connected neural network، انه كل نيورون متصل ب بكل نيورون بالطبقة التي تلي، انه انا في عندي عدة يعني عدة layers، تمام.
بتكون زي هيك. طبعا هدول بنسميهم هيدن لايرز، طبعا هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، تمام. هدول بنسميهم هيدن لايرز لانه انا فعليا انا بشوفهمش، يعني انا فعليا انه انا بعمل فيد للانبوت هنا وبشوف الاوتبوت هنا بهذا الشكل. طبعا الاوتبوت كيف بيكون شكله؟ عاده بيكون شكله على حسب عدد الكلاس ليبل مثلا، يعني مثلا في الهاوس برايسنج كم نيورون في الاوتبوت المفروض ان انا احط قديش؟ مش انا في عندي اوتبوت واحد، تمام. اما في بروبلم زي هيك مثلا على سبيل المثال ديجيت ريكوجنيشن، انه بدي اتعرف على الديجيت والديجيتس انا عندي من 0 ل 9، فبالتالي انه بدي يكون في عندي 9 اوتبوت، فبالتالي انه بيعتمد اذا كان نيوميريك ممكن يكون بس نيورون واحد الاوتبوت. اما اذا كان في، طب الايرس كم كلاس انا عندي في الايرس؟ 3، فبالتالي بدي يكون في عندي 3 اوتبوت، تمام. هو عبارة عن فراكشن، صحيح، وممكن يكون بالماينس كمان. فبالتالي هنا بعمل فيد للانبوت زي هيك. طبعا هذا انا عملت انبوت للرو داتا اللي هي عبارة عن 1 بيكسل، انه هذه عادة انه قديش الحجم تبعها 28 في 28 بيكسل، تمام. فبطلع انا عندي الاوتبوت هو عبارة عن 728 في 28 700 وإشي، تمام. فبالتالي كل 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 بيكسل بيكون ان عندي الانبوت هنا يا اما 0 او 1. 0 انه البيكسل مش ضاوي، 1 انه البيكسل انه ضاوي في قيمه، والاوتبوت انه بيصير في عندي اكتيفيشن ل 1 نيورو. يعني على سبيل المثال انه هذا حصل اعلى اكتيفيشن اعلى اوتبوت، معنى ذلك انه الديجيت هذا 4، تمام. فبالتالي هنا هدول المسميات نفس الاشي، مالتي لاير بيرسبترون او فيد فورورد نيورال نتورك او حسب ما بسميها الكيراس والتنسور فلو دنس نتورك. دنس معناها is fully connected، وكمان في اسم تاني اللي هو FC. كل ما تشوفي هذه الاشياء، كل ما تشوف هذه الاشياء، تمام، هي عبارة عن شغلة واحدة، هي عبارة عن fully connected neural network او feed forward neural network او multi layer perceptron او dense network، تمام. طيب يبقى neural network قدرنا نتعامل معها او نستخدمها زي machine learning problem العادية، انه الماشين ليرنينج عبارة عن انه انا عندي الواي بتساوي او الاف اكس، الاكس كابيتال بتساوي الواي. فبالتالي هذه عبارة عن الماشين ليرنينج ميثود، تاخد انبوت فيتشرز والمطلوب منها تطلع لي الاوتبوت بهذا الشكل. بس هل فعليا احنا بنقدر نخلي نتورك زي هاي انه هي تتعلم؟ كيف؟ وين المشكلة نخليها تتعلم؟ كيف؟ قل لي كيف؟ كيف؟ كيف بدي اغير الويت؟ تمام. يبقى هنا مدام انه انا بقدر احسب الايرور، معنى ذلك انه انا بقدر اعدل الويت على حسب الايرور هذا، تمام. فبالتالي انا عندي انيشيالي انه الويت هدول كلهم بعملهم انيشاليزيشن بشكل راندوم، بعد هيك بروح بعمل فيد للانبوت بيطلع لي الاوتبوت. الاوتبوت هنا المفروض انه يطلع كذا، بيطلع كذا. فبالتالي انا في عندي الاكشوال هالسوبرفايزد، فبالتالي في عندي الاكشوال والبريدكتد، بقدر احسب الايرور. قدرنا نحسب الايرور، بروح بعمل له حاجه اسمها باك بروبجيت، يعني بعمل له نشر بشكل عكسي، بقول لو سمحت النيورون هذا اللاير هذا عفوا الاوتبوت عشان يطلع الاوتبوت صح
يفترض انه انت تعدل عندك في الويتس كذا وكذا وكذا، في معادله لحساب الويت، الويت كوركشن، تمام، عشان تطلع لي الاوتبوت صح. بالمقابل هذه الطبقه تستلم التصحيحات من الطبقه التي قبلها، فبالتالي بتروح بتطلب من الطبقه التي قبلها انه برضو في عندها ويتس، عشان انت برضو تبعت لي يعني تبعت لي انه اقدر احسب النتيجه صح، لو سمحت اعمل لي كوركشن. فبالتالي هنا عشان هيك بنسميه باك بروباجيت، انه بصير بروباجيشن للايرور من لاير للاير اللي قبله للاير اللي قبله. فبالتالي هو في الالجوريثم فعليا زي هيك بحسب الايرور لهذه الطبقه بالنسبه لهذه الطبقه، وبعديها الستيب اللي وراها انه بنحسب الايرور من هذه الطبقه لهذه الطبقه وهكذا لغايه لما نصل للانبوت، بصير في عندي تعديل للويتس اللي موجوده هنا. فبالتالي هذا الالجوريثم من اشهر الالجوريثم اسمه باك بروباجيشن الجوريثم. طبعا التايب تبعه السوبرفايزد، وانا بستخدمه عشان اعمل ترين للنيورال نتورك. طيب احنا حكينا هنا عن انه انا عندي البرسبترون، وبعديها انا عندي الفيد فورورد، ديب فيد فورورد، هذه فول كونكتد بهذا الشكل، تمام. طب لو قال يعني لو احنا طلعنا على البرسبترون والديب فيد فورورد او الدي اف اف، بس بدي اوصل نقطه مهمه متعلقه ب انه هذه البروبلم عباره عن لينيرلي سيبرابل او لا. المالتي لاير البرسبترون عفوا اللي مكون من فقط نيورون واحد بيقدر يعمل solve the linear problem اللي تقدر تكون انه هي separable، ولكن non-linear problems بيفشل في حلها. فبدي اياك تتخيل انه انت فعليا كل ما تضيف طبقة عندك في النت في النتورك، انه الطبقة هذه بتعمل separation لone dimension إضافي عندك لغاية لما تصل للأوتبوت النهائي، إنه أنت فعلا عملت سيبريشن لكل كلاسز. متخيلين معايا كمان مرة؟ إنه فعليا هنا إنه الطبقات الهيدن لايرز هدول بتحول لي السبيس الانبوت سبيس أنا عندي من نون لينير للينير. إذا تحول لينير في النهاية معناه ذلك إنه أنا بقدر أفصل الكلاسز، خلاص بتصير البروبلم سهلة. بحط خط زي هيك فوق الخط كلاس، واللي تحت الخط كلاس تاني، او حتى اذا كان اكثر من دايمنشن انه انا بيكون في عندي هايبر بلين. فبالتالي فعليا انه اذا كانت البروبلم نون لينير للنيورال نتورك، فعليا بتخفض الدرجه تبعت الكومبلكسيتي او اللينياريتي تبعت البروبلم
وهو فعليا بيستخدم حاجه اسمها الجريدينت. الجريدينت جاي من التفاضل، هو فعليا المعادلات تبعت الابديت تبعت الويت. خلي ادخل شويه ماثماتكس بس بشكل يعني هيك من بعيد، تمام؟ انه فعليا انه انت بتخفض الدرجه تبعت المعادله. ايش تفاضل الاكس تربيع؟ 2x. فبالتالي هو فعليا كان من الدرجه الثانيه صار من الدرجه الاولى. فهو هيك مفهوم الجريدينت. يعني معادلات الويت لو انت طلعت عليها انه هو فعليا بيعمل تفاضل وبحسب الويت. فبالتالي انت عندك من هاير ديجري، انا بحكي على الاوردر تبع المعادله، تمام، بعده لايرز انت بتخفض الدرجه تبعت المعادله اللي بتمثل البروبلم تبعتك. فبالتالي وكانه انت بتحولها من نون لينير للينير في النهايه عشان تقدر تعمل سيبريشن على الكلاسز. نعم تمام. بس هاي الكونسبت من البرسبترون انه فقط بيقدر يحل اللينير لغايه الديب فيد فورورد، انه بتقدر تحل النون لينير بروبلمز. طبعا عندك في المدونة هذه الفيديو هذا بيشرح هذا الكلام، انه انا عندي مفهوم الباك بروبوجيشن، انه عندي انبوت بيصير في عندي ايرور، بحسب الايرور بعمل باك بروبوجيت للايرور، بتلاقيه انه هاو ماشينز ليرن، تمام. وانه هنا زي ما احنا شفنا انه الرسمة هذه عبارة عن الايرورز المودلز اللي بتجيب لي انه كل واحدة الايرور تبعها. فالهدف تبعنا انه احنا بدنا نجيب الويت اللي بتجيب لي اقل ايرور. فبالتالي هي عبارة عن optimization problem أو gradient problem زي البوستنج بالضبط. فبالتالي هنا بدي أجيب مجموعة الويتس اللي بتجيب لي أقل ايرور، هاي الفكرة تبعتها. طيب CNN زي ما حكينا أول مرة ظهرت؟ لا حكيتها قبل شوية، هديك النيورال نتورك بس السي ان ان نفسها 97، تمام. 97 كانت موجودة بس فعليا مش قادرين ان احنا نستخدمها. طب هي فعليا زي كأنه كانت موجودة ومركونة واحنا مش قادرين نستخدمها، لانه زي ما حكينا انه بدها كمبيوتيشنال باور عالية، تمام. فلما توفرت الاس دي كي تبعت الجي بي يو قدرنا احنا نستخدمها. فاول مره تم استخدامها متى؟ في 2012. ايش اللي صار؟ صار انه في عندي شير تاسك او كومبيتيشن اسمها ايمج نت للايمج كلاسيفيكيشن، وفي في 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 تيم من البارتيسيبانت استخدموا سي ان ان، قدروا ان هم يستخدموها مع الجي بي يو وحققت عندهم بيرفورمانس، يعني الجاب بينه وبين بقية البارتيسيبانت عالية جدا. وهذا بده يعطيني مدخل هنا عشان أقول لك إنه الديب ليرنينج فعليا إيش هو. طيب فعليا الكلاسيكال ماشين ليرنينج، مش حكينا انه كل ما كان في عندي بيانات اكثر بيكون افضل؟ بس هذا الكلام لحد معين ببطل في عندي فرق فعلا في الاداء. فبالتالي هنا انه هذه العلاقه بين الاماونت اوف داتا والبرفورمانس، الكلاسيكال الجوريثم بعد فتره معينه
انه انا بزود البيانات بزداد البرفورمانس بزداد البرفورمانس بس بعد هيك بصير ستدي يعني تقريبا بستقر يعني فعليا خلاص انه هذا اقصى ما يمكن تعلمه باستخدام الكلاسيكال ماشين ليرنينج الجوريثمز. بينما باستخدام الديب ليرنينج ممكن انه انت كل ما زودت بيانات اكثر بيكون في عندك اداء اكثر. هذه شغله لا الباك بروبيجيشن لحاله بيعدل الويت ايش بتقصد انه احنا بناخد افضل ويت ايش قصدك البرامتر ايش البارامترز تبعت النيورون قديش عدد النيورون في اللايرز قديش عدد اللايرز قديش الليرنينج ريت لا مش هو هذا السبب السبب انه انت عندك النتورك العاديه يعني معلش خليني استخدم هذا الاسلوب لانه حكينا انه هو مش موجود فعليا فيش حاجه اسمها عندي اوردينري نتورك وديب نتورك الديب نتورك معنى ذلك انه الاركتكشر تبعتها اكبر في عندك لايرز اكثر فعليا تمام فالاوردينري نتورك بعد حد معين خلاص بتتشبع ببطل في عندها القدره على استيعاب لاكزامبلز اكثر انه ببطلوا انه عندهم القدره عندها القدره انه يتحسن البرفورمانس باستخدام اكزامبلز اكثر هذه شغله لكن لما تكون انا عندي ديب نتورك لا بالعكس كل ما كان في عنده نتورك اعمق فبالتالي انه البيانات الاكثر بتفيده في البرفورمانس فبالتالي لها علاقه بالسايز تبع النتورك هذه اول شغله الشغله الثانيه لها علاقه بالفيتشر انجينيرينج الفيتشر انجينيرينج نعم فعليا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه انت في عندك انبوت انت بدك تقعد تعمل فيتشر اكستراكشن تمام وبعديها بتدخلها على نيورال نتورك عادية وتقول له انه هذه الايميج عبارة عن كار ولا نت كار بالمناسبة اول موديل في لجوجل في الايميج كلاسيفيكيشن عملوا موديل انه يتعرف على صورة انه هذا هوت دوغ ويقول له نت هوت دوغ فالفكرة انه انت بتدي له الصورة بيقول لك انه هذا هوت دوغ فانبسطوا كتير يعني الانجينيرز اللي هناك مش عارفين هو ايش عامل الموديل طيب ماشي جابوا له همبرجر فالموديل حكى لهم نوت هوت دوغ طيب جابوا له معكرونه نوت هوت دوغ فبالتالي هنا هو بدا بشغله سيمبل فعليا هو اشتغل صح انه بدا بشغله سيمبل انه البروبلم تبعتك عملها فورميليشن ويتعرف على الصورة انه هوت دوغ ولا نوت هوت دوغ بعد هيك بيعمل سكيل اب فهنا انه هذه عبارة عن كار ولا نوت كار بينما في الديب ليرنينج ليش انا عندي البيانات كل ما كانت اكتر بيكون افضل انه عملية الفيتشر اكستراكشن اخذناها من الديتا ساينتست ووديناها لمين للنتورك نفسها انه هي تتعلم لوحدها فبالتالي بتعمل شغلتين فيتشر اكستراكشن وكلاسيفيكيشن فعشان هيك انه الاماونت اوف داتا تفرق معها كميه البيانات تفرق معها كل ما كان في عندي بيانات اكثر بيكون افضل بحسن البرفورمانس صحيح او ممكن تطلع عليها انه هدف الاستراكشر داتا
انه هو ممكن انه بالويتس انه هذا يديله اهميه اكثر، يديله ويت اعلى وهذا يقلل الاهميه تبعته زي هيك. بس يعني تخيل انت عندك في الموضوع انه انت بتتعامل مع رو داتا، عشان هيك الديب ليرنينج اكثر حاجه انه بيكون انه البرفورمانس تبعه يعني اوت، يعني اوت يعني في اوت بيرفورمز للكلاسيكال في حال انت بتتعامل مع ايمج كلاسيفيكيشن. الايمج كلاسيفيكيشن انت بتتعامل مع رو داتا، تمام؟ فبالتالي عمليه الاكستراكشن للفيتشرز، يعني مثلا على سبيل المثال تخيل انه انت عندك صوره بيكسلز، في عندك خيارين، يا يعني اما تعمل فيد للصوره هدول كرو داتا بيكسلز زي ما شفنا قبل شويه البيكسل ضاوي او مش ضاوي، وفي حال انت بتتعامل مع صوره ملونه كل انبوت حيكون قباله 3، كل بيكسل حيكون في له 3 انبوت اللي هو الار والجي والبي، او انه انت تستخدم واحده من الايمج فلترز او ترانسفورميشن زي الفاست فورير ترانسفورميشن، وتعمل اكستراكت لنمبرز من الصوره وتعملها فيد للنتورك بالضبط، تحول الى ستراكشرد، بتصير ستراكشرد بالضبط. فهذه الشغله يعني انه طب ايش افضل تحويل، فاست فورير ترانسفورميشن ولا شو؟ بدنا نجرب. فلا خلي النتورك تتعلم لوحدها وتشوف ايش الفيتشرز اللي فعلا انه بتساعدها انه هي تتعرف على الايمج وانه هي بتستخدمها كفيتشرز. عدا عن ذلك تخيل انت عندك الانبوت عباره عن سبيش ويف رو داتا، فايش الفيتشرز اللي انت ممكن تستخدمها يعني تعملها اكستراكشن؟ الفيتشرز الشائعه انه تاخذ الرو داتا الويف وتطلع الام اف سي، برضو عباره عن ترانسفورميشن زي الايمج بس هذا للساوندز، فبالتالي انه انت بتديله الويف بروح بيطلع لك نمبرز من الويف هذه، قديش انه انت عندك المومنتم، قديش انه انت عندك البيتش، كل هاي الشغلات انه بتكون محطوطه كفيتشر. لا فبتعملها فيد للنيورال نتورك، بس هل هذه الفيتشرز هي فعلا مفيده؟ فبالتالي لا، خلي النتورك هي تعمل اكستراكت للفيتشرز اللي بتشوفها مناسبه، لانه هي عندها القدره ما دام انت حطيت لها الجوريثم انه يخليها تتعلم، فبالتالي بتعمل اكستراكشن للفيتشر المناسبه. نعم. لا لا لا، باخذ مني رو داتا، والمطلوب انه يعني زي الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه مطلوب منه يعمل كلاسيفيكيشن، خذ لي الصور هدول كيف اللي عشان يحول ايش يريده بالنسبه له. اه ايش التمييز بين بعمل شغله هو ياخذ صوره ويحول بياخذ منها طبقات، صحيح، لانه انت عندك هنا بيكون في من ضمن الطبقات في عندك طبقات زي في السي ان ان، في عندك طبقات كونفولوشنز، convolutional layer الوظيفة تبعتها الأساسية تعمل feature extraction، تمام؟ تفضل. حلقيت النيورال نتورك التقليدية كانت من أحد الانتقادات لإلها إنه هي بلاك بوكس، حتى أنت بتقدر تشوف الويت بيطلع لك إياها كماتريكس، لكن هل حتقدر تفهم حاجة؟ أنا هي قصدي إنه مثلا نقدر ندخل جوا مش في جوا يعني. لا، النيورال نتورك التقليدية لا، لكن الديب في عندك بعض الأساليب إنه أنت بتقدر تعمل جوا النتورك إنه أنت تشوف بعد كل طبقة إيش صار، وهذا كلام موجود وين؟ في درس انا بأمل انه احنا نقدر نلحق عليه. لا اي كود اي
ايش هو الكود الاوبن سورس؟ كود تنسر فلو والشغلات هذه كلها تنسر فلو وكلها اوبن سورس. هنا ماشين ليرنينج اكسبلينابيليتي، انه انت فعليا من جوا النتورك بتقدر تشوف كل طبقه ايش صار فيها. انت بتخليني شوي استعجل. هنا على سبيل المثال في هذا الاكسرسايز بحاول انه هو يفهمك هو فعليا الكونفولوشن ايش هو، ايش هو يعني الفكره تبعته انه شو عمليه رياضيه. لا 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 لا، الكونفولوشن هو بحاول انه هو يتعرف على اشكال الاشياء. يعني انت عندك صورة RGB تمام، المفروض انه هو يحاول انه يطلع على يطلع منها اشكال هندسية، يطلع اشكال هندسية تمام، لانه بالاشكال الهندسية انت فعليا بتقدر انه انت تتعرف على الشيء. يعني ممكن عبر ما يفتح هذا اوجي لك صورة بشكل سريع. او هاي الصورة اصلا موجودة في المدونة هنا، هاي شايف هاي الاوريجينال ايمج تمام. هو بالنسبة له لو انت اعطيته صورة ملونة زي هيك كرو ديتا مش حيعرف يتعامل معها، لكن لما تضيف طبقة الكونفولوشن بروح بيحولها لاشكال هندسية، انه الكات انت عندك عبارة عنه هاي الشكل الخارجي، انه شكله زي هيك، انت في عندك هنا عينين، في عندك هذه الخطوط بتمثل شوارب، هذه اللي عبارة تكشر تبع الكات نفسها، فبالتالي هذا الاصل تبعه هي عبارة عن خطوط افقية وخطوط عمودية وخطوط دياجونال تمام، تجميعها مع بعض بشكل اشكال هندسية، فبالتالي انه هو بيقدر يطلع فيتشرز بهذا الشكل تمام، عشان يقول لك انه كات ولا نوت كات بهذا الشكل. فبالتالي انت ممكن تعمل هاند كرافتنج لهذه الفيتشرز، بس اتس تايم كونسيومينج. انت عارف الايمج نت هذه كم صورة فيها اصلا؟ كمية ضخمة جدا بالضبط بالضبط. ولي مثلا حاجة مثال غير صورة، مثلا خلينا نحكي الهاوس برايس مثلا. نعم. إذا أنا بعرف إيش هي الفيتشرز اللي هو يعني فيتشرز وكل فيتشر إيش حاطينه هو ليت عشان يوصل الموديل تبعي كويس مثلا يوصل مثلا. نعم. إيش طريقة؟ ارجع لك هنا على الكاجل. لا لا، احنا بنحكي على نيورال نتورك تحديدا، يعني البيزيان اكسبلينابل، بقدر انه انا اطلع ايش هو البروبابيليتي تبعت الكلاس هذا والبروبابيليتي تبعت الكلاس هذا. على سبيل المثال ميثود تانية زي مثلا سبورت فيكتور ماشين، انه شكل الالجوريثم والمعادلات والمعادله اللي بيطلعها في الاخر اكسبلينابل، يعني انه ريدابل بالنسبه لنا. لكن النيورال نتورك تحديدا
بطلع لي ويتس، بس الويتس هذه هل يعني انه ممكن تفسيرها؟ في محاولات لتفسيرها يعني، بس هل دائما الاشي هذا صح؟ بلاك بوكس بالنسبة لنا. فعشان هيك انا بدي اطلع لك هنا ممكن حتى على structured data. فممكن يطلع لك بالنسبة لفيتشر معين ايش الاسوشيتد ويتس بالنسبة له. فبالتالي انت بتقدر تقول انه هذه الويتس انه لا مش كتير انه هي مفيدة زي هيك. فبتقدر انه انت تشوف الموديل من جوا يعني. طيب هذا لسه بس وضحت الفكره بالنسبه لك ايش معناته انه فيتشر اكستراكشن. تمام. طيب يبقى احنا خلصنا اول نوع من النيورال نتورك ايش هو؟ مالتي لاير بيرسبتور. تمام. ونيجي الان للنوع الثاني اللي هو الكونفولوشنال نيورال نتوركس او السي ان ان. طبعا السي ان ان مستخدمة عادة في الكمبيوتر فيجن، سواء كان ايمج كلاسيفيكيشن، فيديو كلاسيفيكيشن، اوبجكت ديتكشن. اوبجكت ديتكشن زي التاسك زي هيك، انه بروح بحدد هدول الاوبجكت زي هيك، هذا بحكي انه هي بايسيكل. تمام. هذا بحكي انه عبارة عن بيرسون، وهنا النسبة تبعته 77، هذا بيرسون 99. شايفين كيف واضحة عندكم على ال سي دي؟ فبالتالي هذا عبارة عن بيرسون، هذا المعلم هذا كله، وقديش انه هو سيرتن من الموضوع هذا 99. هذا عبارة عن بيرسون 77، لانه هو راكب على بايسيكل. هذا تعرف عليه انه بايسيكل 97، وهذه كذلك بايسيكل 9. لا هذه بايسيكل 1، بس هذه اللي هنا بوتل، البوتل اللي بتكون موجوده على ال تمام. وهذه كذلك موجوده وين؟ خليني احاول انه اذا كانت، اذا انا حطيتها في البلاي ليست تمام. فهذه التاسك عبارة عن object detection، انه انت عندك في الصورة سواء كانت فيديو، انه بتعرف على الاوبجكت وبحط كل اوبجكت قديش انه هو certain من التعرف عليه. فبالتالي هاي المقصود انه CNN انه هي كتير مستخدمة في
في الكمبيوتر فيجن. والفكرة تبعتها انه انا بيكون في عندي الشكل الاساسي تبعها انه بالاضافة للنيورال نتورك العادية بيكون في عندي طبقات من الكونفولوشن لاير، لانه هي بتطبق كونفولوشن اوبريشن. الهدف منها انه كل طبقة انه هي تعمل ديتكشن لفيتشر معين، انه زي الخطوط الرأسية او الافقية او الدياجونال زي هيك. وبعديها الطبقة اللي وراها بعمل حاجة اسمها بولينج، بتروح بتجمع هدول الفيتشرز انه زي هيك. هذه عبارة عن تجميعة لثلاث شغلات هنا، فبالتالي كون عندي هذا الشكل كفيتشر، وهكذا لغاية لما اصل في النهاية للدنس لير بهذا الشكل. تمام، حنرجع له هذا الموضوع. اما النوع الثالث اللي هو RNN Recurrent Neural Network. مفهوم الريكارنسي هنا انه انا عندي الكونكشن مش فيد فورورد، مش كل طبقه متصله بكل، يعني كل نيورون متصل بكل النيورونز بالطبقه التي بعدها، لا، بيكون انا عندي برجع الاوتبوت مره ثانيه للانبوت، فبالتالي بيكون في عندي ريكارنسي 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 لغايه لما يصير في عندي استقرار. متى بستخدم هذا الاسلوب؟ لو انا بدي احفظ السياق. ليش؟ لانه انت عندك الاوتبوت هو عبارة عن ناتج من الانبوت السابق، بده يأثر في الانبوت الحالي، زي ما انا بحكي الان في السبيش. تمام؟ في السبيش لما باجي بحكي انه افتح الباب، فبالتالي انه الباب عادة انه بتيجي انه most probable انه هي تيجي بعد كلمة افتح. تمام؟ او لما احكي شغلات انه كتير متلازمة مع بعض زي السيلفون مثلا، لما بحكي سيلفون، الفون بقدر انه انا اتعرف عليها بشكل افضل اذا عرفت السياق اللي قبلها بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي مستخدمة في السبيش بشكل كبير او في التكست زي الماشين ترانسليشن. او حاجة اسمها، ممكن ادمج الشغلتين مع بعض واعمل حاجة اسمها فيك اوباما. انه انا بعمل زي ايش؟ زي الفيديو هذا. تمام؟ انه بيعتمد على تقنية الزيف العميق او الديب فيك. الفكرة تبعتها انه انا بعمل جينيريشن، انه بس بلزمني اكمن صورة الك من زوايا مختلفة. تمام؟ بقدر اعمل جينيريشن للصورة الك وانت بتحكي. تمام؟ وبقدر اعمل جينيريشن للصوت بنفس نبرة الصوت تبعتك. تمام؟ فبالتالي انه هيو زي هيك. يعني لو ما انا عارف انه هو ديب فيك كان ما قدرتش اميز انه المنطقة هذه تبعته انه فيها اشي يعني، لكن انا ما كنتش عارف بشكل مسبق، ما يعني ممكن تمر علي عادي جدا. Ben Carson is in the Sun Complex. Or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But لا صور بس من جوانب مختلفة. يعني اوباما مصورينه من الجانب، من الامام، من زاويه زي هيك. تمام؟ وهذه الشغله متوفره، الاف الساعات من الفيديو متوفره للبريزيدنت اوباما، سواء كان لقاءات صحفيه او بابليك سبيش او اي شغله من هذول الشغلات، فبالتالي الاشي متوفر. طبعا هو جايبينه وقاعد بحكي على ترامب، هو ما طلعش ولا حكى على ترامب ولا اشي يعني. هو يعني طيب، يبقى أخذنا فكرة بشكل أساسي وين إحنا بنحكي؟ بنحكي هنا. تمام؟ يعني فهمنا إنه شو معنات Neural Networks، شو معنات Deep Learning، شو معنات Deep، إنه فعلياً الـ Amount of Data بتفرق معايا، هذه الشغلة. وموضوع تاني اللي هو
الفيتشر انجينيرينج او الفيتشر اكستراكشن. هاي الشغله اساسيه بدنا نخليها في بالنا في الـ في الـ في, في الديب ليرنينج. كذلك الديب ليرنينج مستخدم بشكل كبير في الكمبيوتر فيجن وفي الـ في الشغلات اللي بتحتاج كونتكست زي الماشين ترانسليشن. ايش هو الماشين ترانسليشن؟ زي الترجمه الاليه تبعت جوجل. تمام. طبعا لما تيجي تترجم كلمه صباح لوحدها تفرق كتير لما انت تيجي تحطها في سياق معين. صحيح صحيح. تمام. وتعرفنا على المالتي لاير بيرسبترون سي ان ان وار ان ان. هلقيت هدول حنرجع لهم. فهمنا الكونسبت الاساسي، حنرجع نشرحهم بشكل موسع اكثر وحنشوفهم باكواد. خلينا الان نشوف المكتبات. بخصوص المكتبات، المكتبات طبعا بالمناسبه التنسر فلو كانت الفيرجن المطروحه لغايه امبارح بيتا. تمام. اليوم الصبح صارت كانديديت ريليس كانديديت، يبقى صار ريليس جديد على فيرجن 2 يعني للتنسر فلو. نعم. يعني انت لو طلعت هنا على طبعا من 8 ساعات، يعني اول ما صار الشغله انه على طول عملت لها ريتويت انه صار ريليس كانديديت لفيرجن 2 كانت لغايه الان بيتا. تمام. شو هذا؟ مؤلف كتاب فرانسوا شوليت، هذا مؤلف كتاب الكيراس، هو فعليا نفسه هو اللي عمل الكيراس. خليني احكي لك القصه تبعت المكتبات. المكتبات يا سيدي العزيز، اول مكتبه انا عندي تنسر فلو اكيد بطبيعه الحال. تنسر فلو طبعا مين وراها؟ جوجل. طبعا الاساس تبعها انه الامبلمنتيشن الاساسي تبعها بالسي، وبعد هيك صار لها رابينج بالبايثون. ايش الهدف؟ اسهل بكتير طبعا طبيعة الحال، فبالتالي في لها رابرز كتيرة من ضمنها الجافا ومن ضمنها شغلات من ضمنها الجي اس. بس لحسن الحظ الكمبليت انترفيس اللي معمول لها الكمبليت حاليا هو البايثون. نعم. تمام. فبالتالي انت لو اطلعت عليه قديش حجم الكوميت هذا الكلام، انت ممكن تتبع هذا الاسلوب في التعامل معه. انه انت كيف تختار مكتبات، طلع عليها على الجيت هاب، كم ريليس عندك؟ 89 ريليس. انا فعليا في فتره من الفترات انه كل شهر كان في ريليس، كل شهر كان في ريليس. هذا الكلام بدأ من بعد ال 1.14 لغاية لما نطوروا الاثنين كانوا بشكل متسارع، فصار في عندك 1.15 1.16 1.17 18 19 لغاية الاثنين. فهذه الفترة أنا فعليا عشتها أنه فعليا كل شهر كان في ريليس، كل شهر بيطلع لك deprecated function بدك أنه أنت تعالجها عشان يكون الكود compatible مع النسخة اللي وراها. تمام. هجيت أكم كوميت عندك؟ 63,000. أكم كونتريبيوتر؟ 2000
و 154. طبعا التوجه انه انت تعمل ريليس لاوبن سورس بدل ما انت تخليه كلوزد سورس، الفكرة هنا في الموضوع مش قصة فلوس او مش فلوس، او انت انه تربح فلوس من وراء هاي المكتبة او لا. الفكرة في الموضوع انه الاوبن سورس بدك تغير التفكير تبعك، انه انت لما تعمل اوبن سورس للسوفتوير تبعك بسرع التطور تبعه. يعني بمعنى اخر، بدل ما انه تصل لفيتشرز معينة موجودة في المكتبة ويكون انه البج سولفد مثلا بعد 10 سنوات، لا، عملها اوبن سورس ممكن تصل بعد 3 سنوات. فهذا الاسلوب تتوجه له الشركات الكبرى بما فيها مايكروسوفت حاليا، انه انت عمل اوبن سورس بسرع التطوير تبع السوفت وير انت عندك بشكل كبير، تمام. فبالتالي بتقدر تقول انه انت في عندك كوميونيتي كتير كبيره، تمام، للتنسر فلو، في عندك كونتريبيوشن كتير من 2000 شخص حاليا، ممكن تعمل كونتريبيوشن باي حاجه، سواء كان دوكيومنتيشن، سواء كان اكزامبلز، ممكن تكتب اكزامبل وتحطه هنا عندك، لانه الاكزامبلز هاي هاي الدوكس، الاكزامبلز هدول اشخاص عاديين يعني عملوها، يعني مثلا هاي بالانجليزي، هذه الدوكيومنتيشن احنا حنرجع لها، حنشوف على سبيل المثال توتوريالز، حنشوف في الكيراس، شوف اكزامبل معين، هذا مثلا هذا شخص عمل لكم كونتريبيوشن، قد يكون انه هو بيشتغل في جوجل، او قد يكون هو ممبر في جوجل فعليا، وقد يكون انه هو شخص ثاني اخر انه بيعمل، تمام. ففعليا انه حجم السبورت والكوميتي والتطور تبعها كتير انه كيف؟ لا، أنا يعني بالنسبة للإنستوليشن مش كتير إنه أنا شفت إنه لا في إحنا في أي تاب كنا؟ الكراس ممكن تستخدمها ضمن التنسر فلو بدون ما انت تشعر، يعني انه هي فعليا ما فيش في، ممكن تنزلها بشكل منفصل او بدون تنزل التنسر فلو بينزل مع الكراس. اجيت انت بتقصد كبيتورش، في بيشوفوا انه البيتورش ككود اسهل، وهذا اللي دفع تنسر فلو انه يكون انه الكود اللي في فيرجن 2 اسهل كمان شوي. هو شوف، مش برمجة تقليدية، مش برمجة بايثون التقليدية اللي احنا بنعرفها، لانه انت في عندك حاجة اسمها dynamic execution و static execution. فبالتالي انه احنا يعني متعودين انه احنا بنعرف متغيرات وبنعمل عمليات مباشرة، لا، هذه اللي انت لازم تعرفها بجراف وتعرف session وتعمل execution لهذا session. البيتورش ممكن تعمل dynamic execution، لا في داعي انه انت تعرف session ولا هذا الكلام. طبعا هذا الكلام طلاسم، انا عارف انه هجيت حنشوفه باكزامبل. هجيت هنا من ضمن المميزات تبعتها اللي هي الكوميونيتي سبورت، فيها فيجواليزيشن، ممكن تعمل فيها ديباج، تمام. السيشن صارت ايزي،
تمام written in Python لأنه البايثون طبعاً بطبيعة الحال هي أسهل لغة إنه أنت ممكن تكتب فيها الكود. طبعاً بعض المساوئ إنه بحكي إنه بعض الألغوريثمز مش open source. والمساوئ الثانية اللي هي مش compatible مع الويندوز. طبعاً التنسور فلو خاصةً مع الجي بي يو مع الويندوز بيعمل لك شوية صداع بخصوص التنزيل. طبعاً إذا أنت بتشتغل على الكلاود أو أنت مستأجر سيرفر مش كتير هتفرق معك هاي الشغلة. طبعاً هذا بخصوص التنسر فلو. أما المكتبة الثانية اللي هي البيتورش مين واقف وراها؟ الفيسبوك. نعم المنافس الأول بس مش الوحيد. هنا بيحكوا انه هي البرو تبعتها انه ان بايثون زيها زي التنسر فلو يوزر فريندلي. بيحكوا انه هي ككود اسهل انه اتعامل معاه وايزي تو ديباج. بس هذا الكلام انه صار متوفر في 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 التنسر فلو انه صار الكود ايزي نوعا ما. طبعا انا عارف حكيت احنا بعد ما ناخذ الكود على فيرجن 2 انت حتيجي تقول لي انه هذا هو السهر. يعني انه على الرغم انه حكوا انه صار اسهل بس انت يعني مش حتهضمه مرة واحدة. لا او بالاحرى ممكن انت تشوف كومبارزن على الانترنت. تمام يعني ممكن تحكي بي تورش versus TensorFlow speed 2019 تلاقي حطيت لك chart. تنين نفس الاشي انه هما C++ ومعمولهم رابر بالبايثون يعني هذا growing fastest. هذا بالنسبة لل growing مش لل مش للسرعة تبعتهم إنه كمقارنة يعني. هذا في ال job listing إنه قديش الطلب على الجوبس في هاي وقديش الطلب على الجوبس في هاي زي هيك. طبعا هنا حسب البلاتفورم إنه LinkedIn, Indeed, Simply Hired, مونستر. هذا بخصوص السيرش. بمقارنة بالنسبة للسرعات ما شفتش قبل هيك يعني. بس ممكن انه انت يعني تاخد لك جلسة هيك وتبحث وانه تشوف. اما بخصوص المساوئ انه هي smaller community وهذا الكلام واضح شفناه قبل شوية مع المقالة هاي. تمام وفيش visualization لها. المكتبة اللي بعد هيك كيراس. لا 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 على الماك حتى يعني أنا أنت ممكن بسهولة إنه أنت تنزلها على الماك ما دام أنت عندك بايثون إنفيرمنت بالبيب ممكن يمشي الحال. أما في تنسور فلو شفت فيه كيف إنه أنت تعمل إنستاليشن على الويندوز مكتوبة الخطوات يعني. طيب بخصوص الكيراس
ايش القصه تبعت الكراس؟ هجد صاحبنا فرانسوا شاف انه الريسيرشرز والناس اللي بيشتغلوا في الاندستري كتير بتعذبوا وهم يكتبوا كود تنسر فلو. فايش قرر؟ قرر انه هو يعمل انترفيس للتنسر فلو بتسهل انه انت تعرف موديل وانه انت تستخدم موديل، تمام؟ ويسمى هاي المكتبة كيراس. طبعا جوجل اعجبها الموضوع، هو كان مجهود فردي، تمام؟ فعملت اكويزيشن على الكيراس وصارت انه انكلودد باي ديفولت مع مع تنسر فلو. فهو فعليا من البساطه تبعته بمكان بحيث انه انت ب كابل فلاينز اوف كود ممكن انه انت تعرف الموديل تبعك. فبالتالي هنا امبورت كيراس لايرز از ال، كيراس مودلز از ام. فهنا حدد انه الانبوت عندي 100 نيورون، تمام؟ في عندك عرف الهيدن لاير اللي هو الانترميديت دنس. ايش الدنس؟ فولي كونكتد، تمام؟ كم نيورون فيه؟ 10. والاكتيفيشن ريلو، هكذا حنشوف ايش هي الاكتيفيشن. طبعا باخذ الانبوت تبعه من وين؟ وين موصل؟ باللاير اللي قبله اللي هو الماي انبوت. وبعديها انا عندي الطبقه الاخيره برضو دنس، كم نيورون فيها؟ 1. سوفت ماكس، طبعا يا جماعه قصه السوفت ماكس زي هاي بالضبط، يعني انه انت عندك سوفت ماكس هي عباره عن اوبريشن انا بسويها مثلا على سبيل المثال انه هذه حصلت اعلى اوتبوت، فالسوفت ماكس بيخلي انه هذا 1 والبقيه زيروز عشان يقول لك انه الليبل 4 زي هيك، تمام؟ وبياخذ انبوت من وين؟ من الانترميديت. فهنا هاي الموديل بتساوي ام دوت موديل، حدد الانبوت وحدد الاوتبوت وهيهم كونكتد مع بعض. خلص هيك انت عرفت نتورك ممكن انه انت تعملهم تريننج. طبعا سيمبل تو يوز، هذه اهم ميزه فيها، لارج كوميونتي، تمام؟ في عندك بعض الشغلات المحدده في الكستمايزيشن، لانه زي ما حكينا انه هي انترفيس بدك تعمل كستمايزيشن ساعتها بدك تروح على تنسور فلو. طبعا مايكروسوفت وقفت مكتوفه الاي دي، طبعا لا اشمعنى هم يكون في عندهم مكتبات للديب ليرنينج وانا لا؟ فعملت مكتبه اسمها كوجنيتيف تول كيت او سي ان تي كي. طبعا هذه المكتبه حديثه، يعني مش يعني ملهاش يعني انه يعني اقل من سنتين اعتقد انه هي كانت ظاهره. اوبن سورس. لا مايكروسوفت من بعد ما تركها بيل جيتس تغير الخط تبعها، فصارت تتجه للاوبن سورس من سنوات. وعشان انه انت تشوف فعليا في برامج في الويندوز نفسها صارت اوبن سورس. زي الكالكوليتر، التيرمينال اوبن سورس، تمام؟ والدوت نت طبعا اوبن سورس، والفي اس كود. في عندك كيف؟ لا في يعني كيف تأثير، يعني عندك الدوت نت هاي
هذه شغلة بسيطة، سيبك من الكالكوليتر وسيبك لا التيرمينال برضو مش اشي بسيط. انت عندك الفي اس كود والدوت نت هذي تعمل له ريليس، هذا اشي طبعا هي مستخدمة في 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 الفريم ورك تبعت الدوت نت ام ال دوت نت تمام. فبالتالي انه بطبيعة الحال انت ممكن تستخدمها مع كل لغات البرمجة تبعت الدوت نت زي السي شارب. الفيجواليزيشن انه انت في عندك التنسر بورد انه انت بتشوف الاداة تبع النتورك، او ممكن تعمل فيجواليزيشن من جوا النتورك يعني للايرز معينة تشوف الفيتشرز والشغلات هذه تمام. فبالتالي احنا ايش حنركز؟ حنركز على الكيراس والتنسور فلو تمام، هما المكتبات الاكثر شيوعا طبعا، الكيراس لانه الاسهل والتنسور فلو لانه المكتبه اللي لها يعني اكبر كوميونتي وانه مستخدمه بشكل كبير. نبدأ بالتنسر فلو. هاي الريليس كانديديت صارت افيلابل، لو بدي اعمله انستول هذا الكود. بالمناسبة احنا حنعمل سويتش للكولاب، طبعا هذا الشرح في الكاجل مش موجود كله، هذا الكلام في الكاجل زي ما حكيت هنا انه داخل على السي ان ان مباشرة تمام. فبالتالي احنا لا مطلوب انه احنا هنا في الديب ليرنينج مطلوب منا انه احنا ناخذ فكره على تنسور فلو هنا داخل على الكمبيوتر فيجن بشكل مباشر. مطلوب منا انه احنا نعرف فكره عن التنسور فلو، نعرف كيف نبرمج فيه، بعديها بنرجع لهذا الكلام. احنا حكينا انه احنا بنستخدم التنسور فلو على الكلاود وبالتحديد على الكولاب. فكيف بدك تفتحه؟ اكتب كولاب ريسيرش دوت جوجل دوت كوم، او اكتب كولاب جوجل بيجيب لك اللينك تبعه. في عندك خيار انه انت تنشئ نوت بوك جديد طبعا بايثون 3، او لو كان النوت بوك هذا موجود على الجيت هاب، او انه انت ترفع نوت بوك موجود عندك تمام. فاحنا بدنا نسوي نوت بوك جديد طبعا، هو باي ديفولت انه منزل اخر نسخه مستقره اللي هي 1.14 تمام. ف هاي امبورت تنسور افعل الفيتشر هذه عشان للكود كومبليشن. از تي اف كيف بدي اشوف الفيرجن؟ تي اف فيرجن نقطة اندرسكور اندرسكور فيرجن. فالنسخة الديفولت واحد 14. طبعا زي ما شفنا في الكاجل، الكاجل بديني 9 ساعات
16 جيجا رام وكواد كور سي بي يو وجي بي يو. برضو التنسر برضو الكولاب بديني 12 ساعة. الرام اعتقد 12 اذا انا ما كنتش غلطان. وبديني سي بي يو جي بي يو. هذا الكلام ممكن انت تلاقيه هنا في ارتكل اسمه كولاب. هذا طبعا هي بعرض مقارنة هنا. فبالتالي الكاجل 16 هنا 13 عشان تعرف الفروقات. طبعا عشان تعرف الشغلات هذه كتير مهمة، لأنه أنت لو بدك تعمل بدك تستأجر ماشين فيها جي بي يو تكون عارف إيش هي. هنا الكولاب بيستخدم تسلا كي 80، أما الكاجل بيستخدم تسلا بي 100 بي 100. تمام. طبعا هنا بيستخدم حاجة اسمها كودا فيرجن. كودا هي عبارة عن الاس دي كي اللي بتمكنك انه انت تستخدم الجي بي يو او السي بي يوز اللي موجودة في النيفيديا. تمام. فلازم انه هي تكون انستولد موجودة. فهذا بدعم نسخة 10، هذا بدعم نسخة 9.2. ايش المعالج؟ انتل زيون سي بي يو. هنا برضو انتل زيون سي بي يو نفس التردد تقريبا. هنا الكورس هذه قديمة شوية. الكاجل بيديني 4. تمام. واعتقد انه ممكن اجيبها بالسي بي يو كاونت بالمناسبه. يعني هاي الشغلات الرام والميموري والانفو هذه كلها ممكن اجيبها ب بهدول الكوماندز. فبالتالي انه انا ممكن انفذ اي كوماند على لينكس. طبعا هنا بقف هنا بروح بضيف سيل يا اما كود او مارك داون تكست. هنا بضيف كود وبكتب هنا علامة التعجب وبكتب اي كوماند للينكس زي مثلا الالاس. فبالتالي هنا في هنا عندي سامبل ديتا بتيجي سبليمنت يعني سبليمنتري مع كل الكولاب مع كل الكيرنرز تبعت الكولاب. هيها موجوده هنا ممكن اعمل براوز. هاي السامبل داتا بهذا الشكل. لو بدي اعمل براوز لهذا الدايركتوري ايش المحتوى تبعه؟ ف خلاص سامبل داتا فبيجيب لي ايش الملفات اللي موجوده هنا. الكوماند اللي انا كنت بدي انفذه اللي هو cat pros cpu info. فبالتالي هاي بروسيسور 0 1 2 بس. تمام. طبعا هذه النسخه انا ما بديش اياها في التنسر فلو. فكيف بدي اسوي؟ بروح بمسح هذا الكلام كله. بعمل ترمينيت لهاي السيشن وهنا بضيف كود جديد وبكتب هاي الكوماند. انا باخدها نسخ زي هيك وبحط
علامة تعجب ببي انستول تنسر فلو بحط الفيرجن بدي هاي النسخة تحديدا. فهيك انا بشتغل على الليتست فيرجن من التنسر فلو. كيف؟ حقيت مسحت كل السيلز وبروح هنا على الرن تايم مانج سيشنز تمام عشان النسخة الرن القديمة اللي فيها تنسر فلو 2 ممكن انزلها بس بطلب مني ريستارت. فانا بدي ابدالك على يعني شغل نضيف من الاول فبتعملها ترمينيت وبعديها بتحط كود سيل كود جديدة وبتكتب فيها هذا الكوماند من وين بدك تجيبه بتروح على تنسر فلو وبتروح على الانستول هايها هنا بتنسخها نسخ بتحطها هنا فهيك انه successfully installed تمام هيك وقف. ممكن اعمل تشيك للفيرجن import تنسور فلو طبعا هذه الفيتشر بدك تفعلها الكود كومبليشن هنا من من هذه اللاب انه بدك تعملها انه هنا return to classic انه بدون كود كومبليشن بس انا فعلتها انه اشوف اجربها as tf وهنا tf version مهم جدا انه احنا نتأكد من الفيرجن لانه في كود تبع اثنين ممكن ما يشتغلش على فيرجن سابقة او العكس صحيح او ممكن تكون في deprecated function فتأكد دايما انه الفيرجن اللي انت شغال عليها فيرجن اثنين هيا فيرجن اثنين release code او release candidate zero تمام. طيب شو قصة التنسورز؟ عشان نفهم ايش هما التنسورز بالضبط فعليا التنسورز هي عبارة عن البيانات تبعتي فبالتالي البيانات تبعتي ممكن تكون عبارة عن 1D فيكتور فبالتالي الرانك تبع هاي بيكون ممكن تكون عبارة عن رقم واحد بس يعني زي ما احنا بنعرف انه X بتساوي 10 فبالتالي الرانك بيساوي 0 او ممكن تكون عبارة عن فيكتور الرانك تبعها بيكون واحد 1D او ممكن تكون عبارة عن ماتريكس 2D فبيكون الرانك تبع الماتريكس 2 او ممكن تكون كيوب. كيف كيوب؟ ممكن تكون انه هذه هنا كل واحدة عبارة هاي هذه انه ماتريكس وراها ماتريكس وراها ماتريكس بيكونوا لي كيوب فهذا 3D والاكثر من ذلك انه 4D ايش ممكن تكون؟ عبارة عن فيكتور اوف كيوبس كل كيوب مكون من ايش؟ مجموعة من ماتريسيز وال5D عبارة عن matrix of cubes فبالتالي ال 4D هي عبارة عن vector of cubes وال 5D عبارة عن matrix of cube ففعليا احنا بنتعامل مع البيانات بهذا الشكل انه ممكن تكون الدايمنشن او الرانك تبعها حسب طبيعة البيانات او حسب النتورك انه انا بتعامل مع هدول الرانكس كلهم فبالتالي انت تخيلها زي هيك فبالتالي رقم constant واحد يعني رقم انه يعني variable عادي rank 0 ال 1D عبارة عن vector 2D matrix 3D مجموعة من الماتريسيز محطوطة وراء بعض بكونوا لي كيوب ال 4D vector of cubes ال 5D matrix of cubes تمام هاي هيك فهمنا التنسورز صح واضح. طيب بدنا نرجع هنا واستخدم الدوكيومنتيشن عشان اوضح لك بعض الاشياء.
طيب حاجات هنا مستوى تعامل معك في الأكواد بيكون حسب مستويين for beginners and for experts. For beginners احنا في عنا هنا كود hello world example تمام. تفتح اللينك هذا تبع معايا هنا في التوتوريالز tensorflow/tutorials for beginners. افتح ال hello world example في كيف هنا بحاول انه هو يعمل تنسور فلو كومباكت فيرجن 2 اس تي اف. اذا ما ظبطش الوضع انه لا بعمل باس وهنا بعمل انيبل. فبالتالي احنا بدنا نضيف سيل اضافيه هنا قبل ما نشغل قبل ما نعمل كونكت. نضيف سيل إضافية قبل هذا زي هيك ونعمل فيها إنه حط علامة التعجب بيب انستول تنسر فلو فيرجن 2. أو أعتقد إنه هاي هي نفسها هذه هي نفسها بتعمل إنه داونلود وانستول لتنسر فلو فيرجن 2. طيب في عندي داتا سيت اسمها امنست داتا سيت موجوده بريلودد في التنسر فلو. يبقى هنا امنست بتساوي تي اف كيراس داتا سيت امنست. هكذا حنشوف كيف بدي احمل داتا سيت خارجيه يعني فيما بعد تمام. بس الامنست هذه عشان تتعرف عليها شوف لي اياها هنا هذا عبارة عن hand written digits. نعم. وإذا بدك تشوفها أكثر يعني إنه أوضح لك بعض افتح لي هنا على تنسر فلو هنستخدم الدوكيومنتيشن بشكل كبير وهنا اكتب لي امنست طيب مش خلاف يعني انا كنت بدي اوري لك كيف شكل الديجيتس بس انت متخيلهم. احنا اوريدي شفنا ال 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 في الـ في, الـ في مدونه ماشين ليرنينج فور ايفري وان شفنا بالضبط زي الاربعه. هنا ايش عمل؟ قسم البيانات انا عندي لترين وتست لانه هذه الداله ايش بترجع لي تابلز لترين الاكس والواي لحال والتست الاكس والواي لحال تمام. طبعا هذه الصور عبارة عن جري سكيل من زيرو كل بيكسل ل 255 فاحنا بدنا نحول بدنا نعمل نورماليزيشن فبدنا نحوله من زيرو لواحد. فايش بنروح بنسوي؟ بنروح بنقسم على 255 تمام. فهي اللود تبع الداتا سيت شغلناه وبعد هيك ايش بدي اسوي؟ بدي اعرف نتورك
بعرف هنا موديل بتساوي تي اف كراس موديل سيكوينشال. سيكوينشال لانه هنا انا عندي كل طبقه متصله بالطبقه اللي وراها، كل طبقه متصله بالطبقه اللي وراها. هذا اسلوب في تعريف الموديل انا عندي في الكراس او في التنسور فلو. فبالتالي الطبقه الاولى عباره عن فلاتن. ليش فلاتن اخترتها؟ لانه انا عندي سكوير اللي هو الصوره عباره عن 28 في 28 بكسل، فبده يفرطهم ويحطهم كلهم في عمود واحد. متخيل كيف؟ تمام. فبالتالي هنا input shape بتساوي 28 في 28، فحيفرطهم حيحطهم كلهم في عمود واحد. فهنا قديش راح يكون عدد الانبوت؟ هذا هو عبارة عن حاصل ضرب بالضبط بيطلع 700 784. بعديها الطبقة اللي وراها dense، شو يعني؟ fully connected. كم نيورون فيها؟ 128. ايش الاكتيفيشن؟ ريلو. خلينا ثابتين على هذه الاكتيفيشن فانكشن عبال ما نشوف ايش هي الاكتيفيشن فانكشن ونختار منها. احنا عمالنا بندخل في الكود تبع تنسور فلو ستيب باي ستيب. كيف؟ لا هذا هو الهيدن. هاي هو هيدن واحد. لو بدي اعمل كمان هيدن بسوي زي هيك. تمام. تمام. 128 نيورون. في انا عندي طبقه واحده من الهيدن لاير فيها 128. في عندي الطبقه اللي بعدها دروب اوت. في قطع معينه على ااا اد هوك. يعني بجيش اقول لك انه لا بتيجي الاشي انه يعني ها هذا اشي مناسب. يعني في شيء رول اوف ثامبس انه انت تقدر تقول انه لازم اذا كان كذا فبتختار انه العدد كذا، يعني زي هيك. طيب فينا عندي كذلك الدروب اوت. طبعا الدروب اوت هذه عشان تعمل يعني تمنع الاوفر فيتنج. هو انا يا ساي انا معترض انه هذا هو مسميه فور بيجنرز، يعني من البدايه وضايف تفاصيل كثيره. انا حعيد ابني بدون التفاصيل هاي، لسه حنعيد نبني الان قبل شوي بعد شويه بدون التفاصيل هاي. تمام. تمام. فالدروب اوت عشان شغله بتمنع الاوفر فيتنج فيما بعد، يعني انه حنيجي نشوف التفاصيل تبعتها. الاوتبوت دنس. كم نيورون فيه؟ ليش؟ عشرة ديجيتس من 0 to 9. تمام؟ ايش النوع تبعها؟ سوفت ماكس. والسوفت ماكس حكينا عنها. ايش بسوي السوفت ماكس؟ بالضبط. فبالتالي هو الاوتبوت بروح بياخد اعلى اوتبوت بخليه واحد والبقية بصفرهم. تمام؟ بعديها هنا ايش بلزمك؟ تعمل كومبايل للموديل. ايش بدك تحدد فيه؟ ثلاث شغلات. الاوبتمايزر عشان يعمل اوبتمايزيشن للويتس، واللوس فانكشن، والمتريكس. طبعا المتريكس انا عندي اكيوريسي، واللوس عباره عن سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي انه بتكون مناسبه لهي البروبلم. تمام. فممكن هاي اشغلها زي هيك، وممكن اضيف كود هنا احكي model dot summary واشغل. ايش بيجيب لي؟ بيجيب لي انه layer شو التايب تبعه، الاوتبوت شيب لكل layer، وقديش عدد البارامترز. فبالتالي الانبوت لاير الاول، اللاير الاول هو عباره عن فلاتن، التايب تبعه فلاتن. كم الانبوت تبعه؟ قديش الشيب تبعه؟
784 اللي هو 28 في 28. الثاني دينس فولي كونكتد والاوتبوت شيب تبعه 128 والدروب اوت 128 والاوتبوت دينس 1 10 تمام. طبعا هذا الرقم من وين اجى؟ من الكونكشنز بين ال 784 وال 128 تمام. بيكون انا عندي هذول عدد الويتس، فبالتالي الباراميترز هم عدد الويتس. نعم، وهذا عبارة عن عدد الويت بين العشرة وال 128، فبالتالي التوتال باراميترز 101,000 والترينابل باراميترز 101,000 هم كلهم. لسه احنا حندخل في تفاصيل انه انا في عندي شغلات انه ترينابل باراميتر ونان ترينابل باراميتر بقدرش انه انا العب فيها تمام. بعديها هيك احنا انتقلنا اسكيلر فيت وايفاليويت تمام. هنا نيجي لمفهوم الايبوك. مفهوم الايبوك أنا كان في عندي أرتيكل ممكن ندور هذا حنرجع له. لأنه فعلياً إحنا هنقسم البيانات لمجموعة من الإيبوكس، كل إيبوكس فيها مجموعة من الإيتريشنز، كل إيتريشن ممكن يكون فيها ميني باتش بهذا الشكل تمام. فبالتالي إنه أنا بدي له البيانات على شكل دفعات. هجد مفهوم الإيبوك إنه تخيلوا إنه هذه كل هالديتا ست تبعتي تمام. فالديتا ست هذه فيها 10,000 instances. حاجات انه انا خلصت لفيت على العشر تلاف هدول مرة واحدة، هذه بسميها ايبوك. هل هذه كافية انه يتعلم؟ لا، لسه بدنا نرجع ندرسه على البيانات كمان مرة تانية وثالثة ورابعة لغاية لما احصل دقة مناسبة. فبالتالي كل لفة بنسميها ايبوك، كل لفة على البيانات كاملة بنسميها ايبوك تمام؟ فبالتالي هنا اديته الايبوكس 5 وهنا ايفالويشن هاي بدل ايبوك الاولى
نعم ممكن اختار يعني اي بوكس انه يعني كتيرة واحط ايرلي ستوبينج ثريشولد انه لو ما تحسنت مثلا في اخر 10 فبالتالي مفيش داعي انه هو يكمل للمية انه زي هيك تمام طبعا انت قديش فاهم من هذا الكود انا عارف انه مش الاشي الكتير فاحنا اللي بدنا نسويه الان بعد البريك تمام بدنا نبدا شويه نبرمج في التنسور فلو نفهم طبيعه انه شو البرمجه في التنسور فلو ونبني هذا الموديل من الصفر تمام بشكل ابسط من هيك حتستوعبوا اكثر تمام طبعا انت كل اللي اخذناه هذا كوم واللي جاي هذا كوم تاني بسيطه طيب زميلكم بيسأل يا شباب انه هو حصل نتيجة خارج الكاجل وبده يسلمها في الكاجل ف تفتح الكومبيتيشن تعمل ماي سبميشنز وبتختار هنا سبميت بريدكشنز وهنا بتعمل ابلود للسي اس في فايل وبتكتب هنا الديسكريبشن تبعه طب لو نعمل انا في الكود كمان نعمل كود نفسه عاجيت انت بتروح على الكومبيتيشن نفسها هنا بتروح على نوت بوك بتقول نيو نوت بوك فبالتالي انه النوت بوك هذا بيكون مرتبط بالكومبيتيشن فبالتالي السي اس في اللي بتكتبه بتقدر تعمله سبميت لا 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 هو بيحكي على نتائج نتائج الموديل بيكل نعم BICKCKLE هذا هجيت في البايثون في عندك شغلة أساسية اسمها البيكلينج والدي بيكلينج هي انه انت باينري اوبجكت تكتبه على فايل بالباينري فورمات تبعه وتعمل له لود بنفس الكيفية فهي الشغلة في الاسكي لير وريتكم يعني هنا بس اكتب بيكل موديل بيرسيستنس فبالتالي هنا بتعمل له دمب بروح بكتبه على فايل ولود بروح بحمله من فايل بهذا الشكل بسيط الموضوع بخصوص سؤالك انه احنا ليش بنوجع راسنا ما دام انه انا بشتغل على نيورال نتورك او ديب ليرنينج ليش انه احنا من البدايه رحنا باتجاه الراندوم فورست والديسيجن تريز وكل هذا الكلام صح هاي مهمة جدا بدك ترجع تطلع عليها فبالتالي هنا المين تايبس اوف ماشين ليرنينج ومتى بستخدمها اذا كانت البيانات سيمبل وكلير فيتشرز بروح باتجاه الكلاسيكال ML تمام كلاسيكال ماشين ليرنينج الفيتشرز ستراكتشرد زي الهاوس برايس تمام فبروح باتجاه الكلاسيكال هجيت اذا النتائج اللي انا حصلتها مش كتير وهنا بتهمني انه الكواليتي
انه انا بدي احصل نتائج كتير كويسه ممكن اتجه باتجاه الانسمبل. وهذا الاشي بين معنا وفرق معنا انه فعلا لما استخدمنا البوستينج او استخدمنا الراندوم فورست بالبدايه وبعديها البوستينج لا صار في عندي قفزه في البيانات. بدل ما كان انا عندي 20,000 الايرور صار 14,000 او زي هيك. هجيت اذا كانت النتيجه هنا انه ساتسفايد انا خلاص مش ساتسفايد بهمني اكيرسي افضل بروح باتجاه الانسمبل. هجيت هنا اذا كانت البيانات اصلا كومبليكيتد تمام والفيتشرز مش واضحه فبرمي الحمل كله على الديب على الديب ليرنينج انه هو لوحده يعمل فيتشر انجينيرينج. فبالتالي هنا انا بشتغل على رو داتا سواء كان تكست او ايميجز فبالتالي انه ممكن انه هو بيعطيني نتائج انه افضل. حكيت هل في مانع انه في الكلاسيكال انه اروح على الديب؟ ما فيش مانع انه لو كانت البيانات ستراكتشرد وبدي نتائج افضل ما فيش مانع. زي كأنه أنا بدي أوضح لك إياها إنه أنت بتستخدمي مغرفة عشان تأكلي فيها. أنت بتستخدمي ديب ليرنينج عشان تحلي مشكلة صغيرة يعني على الجد. في شغلات انه بتنحل بمعلقة ليش انه انت تستخدمي مغرفة. طيب بس يعني هذه النقطة برضو عشان انه هي مهمة. هنا متى بروح باتجاه الرينفورسمنت؟ لما ما يكونش في عندي بيانات اصلا. فبالتالي بتعلم باسلوب الثواب والعقاب انه بتفاعل مع البيئة طبعا. والبيئة حكينا انه فاينايت والاكشنز تبعته فاينايت فبالتالي بيتولد عندي كومبينيشنز معينة وبحط له سكور فانكشن او يوتيليتي فانكشن بنسميها تمام. فبالتالي اذا عمل شغله كويسه بدي له جائزه واذا عمل شغله عاطله بقلل من السكور تبعه. فبالتالي الاوبجكتيف فانكشن انه يحافظ على السكور هذا عالي. فبالتالي بتعلم من البيئه بدون بيانات. طيب طيب نكتب هذا الكلام من السكراتش انه انا ايش بدي اسوي. بدي اكتب هنا ايش هي الخطوات. الخطوات انا عندي رقم واحد import tensor flow load data prepare data
طبعا البريبريشن بيشمل البري بروسيسنج وعمل سبليت لتريننج وتيست وكل هذا الكلام. رقم 4 طبعا بدي اعرف سيكوينشال موديل من الكيراس، تمام، اضيف لايرز اعمل كومبايل، وبدي اختار في الكومبايل الاوبتمايزر اللوس فانكشن والمتريكس، ثلاث شغلات. بعديها ممكن اعمل سمري بعديها فيت بعديها ايفال يويت. تمام، طبعا هذا الكلام موجود عندكم في رسمة حط لكم اياها على السايت. الرسمة هذه طبعا هنا analyze data، هذه الخطوة انه اوكي prepare data create model compile fit evaluate summary، تمام. فهذه الخطوات دائما انه هي تقريبا بنفس الترتيب. الخطوة الجديدة انا عندي الكومبايل مش موجودة في السايكت لير او في الاسكي لير، تمام. اما الفيت والايفاليويت احنا متعودين عنها، متعودين عليها، تمام. بس هاي انه بشكل اساسي انه ايش هي الخطوات. الخطوات هذه حنمشي عليها واحدة واحدة، تمام. فحبدأ هنا بسيل جديدة import لتنسور فلو، انا اوريدي عملت import، تمام. بعديها هنا بدي اروح على learn واختار هنا تنسور فلو في السايت تبع documentation، وبدنا نتعامل مع داتا سيت اوريدي موجوده عندي انا هناك اللي هي ايش الامنست. بهذا الشكل طبعا الداتا سيت هذه هو لوحده بروح بعملها داونلود. ممكن اعرف السيكوينشال بطريقه ابسط من هيك، ممكن اسوي شغله زي هيك. يبقى هنا خلينا اقسم هذا الموضوع لخطوات، فبالتالي انه بصير انا عندي مرجع. يبقى هنا الخطوه رقم 1 import tf تمام، والخطوة الثانية رقم 2 prepare data set. فهذه بدنا نضيف كود، وهنا هذه بدنا ننقلها هنا. يبقى هذا كله الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لا مش كود
define Keras sequential model. Sequential فيها غلط. تمام؟ فهي زي هيك. يبقى موديل بتساوي تي اف كراس موديلز سيكوينشال. بالمناسبة في عندكم هنا لو دورت على كراس في عندي كراس سيلكتد دوكيومنتيشنز. هاي هذا الارتيكل، هذا الارتيكل كتير رح نرجع له لأنه حمشي على الاوتلاين اللي موجود هنا. تمام. فهكذا احنا بدنا نتعامل مع السيكوينشال موديل. عرفنا، متابعين معايا يا جماعه؟ طيب الخطوه اللي بعديها 4 add layers. كيف نضيف layers؟ ببساطة model.add بنضيف layer. ايش layer اللي بدنا نضيفه؟ هنا ممكن ارجع على الدوكيومنتيشن نضيف اللاير الاول اللي هو فلاتن زي هيك. يبقى هذا الانبوت لاير. نضيف كمان لاير هيدن. ف إذا أنا مفعل فهنا إنه أوكي هذه add input layer، هذه add hidden layer، فبدها تصير model.add tf keras.layers.dims. ايش بياخد؟ عدد النيورونز كانت 128، حط الرقم اللي بدك اياه. و اكتيفيشن بتساوي فري لو بين كوتيشن. نعم، من وين اجت ايش؟ الدروب بدناش اياه حاليا، وبدنا نضيف add out put layer model dot add tf keras. نتعود نكتب اكتر من النسخ واللصق. نعم، الله يعافيك. كيف حالك؟ سلامات، الله يسلمك. شوف بعد الدروس ماشي الساعة 12 إن شاء الله. الله يعافيك. دوت لايرز. هو أنا أسرع من الأوتو كومبليشن شوية، فعشان هيك هاي هذه ديمس بعملها إنتر زي هيك. فالأوتبوت 10 اكتيفيشن. هاي طلعت معايا، ما طلعتش معايا لأنه كانت في خطأ في الهادي. بتساوي soft underscore max وخلاص بس.
نروح على الخطوة اللي وراها. هذه أنا شغلتها؟ لا ما شغلتهاش. لما تكون السيل زي هيك مش مشغلة، السيل محطوط عليها قبالها رقم بتكون اوريدي شغلتها. فهذه أنا أصلا ما شغلتهاش، مش واضح إنه أنا شغلتها، فيش رقم عليها. وهذه بديهم رقم. هذه لو رجعت شغلتها كمان مرة، هذه ستة بتصير إنه هذه بتصير ستة. ما اعترضش على إيش؟ أشغل قبل إيش؟ لا 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 لا، مش بالضرورة. ما أنا هدول أنا أصلاً مش لسه مش مشغلهم تحت، فطلعت فوق شغلت وعيني نازل تحت. هذه شغلتها، هذه تمام، وهذه ما فيش أخطاء. بعديها بدنا نروح على الخطوة اللي بعدها، خمسة اللي هي كومبايل موديل. في الكومبايل احنا حكينا بدنا نختار الاوبتمايزر، فهنا موديل دوت كومبايل، وهنا بنختار اوبتمايزر بتساوي. في انا عندي كتير اوبتمايزر، اشهرهم او الاكثرهم استخداما ادم اوبتمايزر، لأنه في عندي طرق كتيرة عديدة للأوبتمايزيشن، لأنه حكينا أنه هذا gradient هو بيعمل search لمجموعة الويتس اللي بتجيب لي أقل error. فإيش طريقة السيرش؟ في أنا عندي عدة طرق للسيرش اللي هي الأوبتمايزر، فأنت بتختار هذا. لو أنت بدك تعرف list تبع الأوبتمايزر بدك تروح وين؟ هنا. فبالتالي انا حطيت لك هنا selected documentations بتساعدني في الشرح، انه انا جمعت لك اياهم هنا. هاي layers، في هنا عندي dense layer، في عندي convolution، في عندي RNN، في عندي LSTM. حاليا احنا بنستخدم، بدك تشوف layers الثانية، هاي شوفهم، افتح زي هيك بروح بجيب لي ايش layers. احنا حنعتمد على documentation بشكل كبير، لانه هذا الكود بنحفظش بالمرة، مستحيل انه هو ينحفظ. فهي المودلز ايش في عندي؟ في عندي conv 3D، conv 2D transpose، conv 2D، conv 1D. الدنس هيها موجودة، هذا الدنس، هذا فلاتن استخدمناه قبل هيك، الدنس هاي الدنس تمام. فهذه كل اللايرز اللي انت ممكن تستخدمهم. بالنسبة للأوبتمايزرز هاي هم في الليست، هنا في عندي ادا دلتا، ادا جراد، ادم، ادا ماكس، اس جي دي ستوكاستيك جريديانت ديسنت، ار ام، اس بروب اللي هو روت مي سكوير ايرور بروب، في نادم FTRL. فبالتالي هذا عبارة عن Optimizer that implements AdaMax algorithm، Adam algorithm، هذا great. فبالتالي عبارة عن different algorithms، شو؟ أكثرهم استخداما، نعم. طيب فحددنا الأوبتمايزر Adam، هذا خلينا نسكره، خلاص خلصنا منه. وشو كمان بدي أحدد؟ اللوس. اللوس ممكن أرجع هنا على القائمة، فبالتالي أنا عندي loss function. إيش هي loss function؟ طريقة حساب الإيرور. اللوس عادة انه اربطها في دماغك انه اللوس هو الايرور، تمام؟ فكيف، ايش هي الفانكشن اللي حتحسب لي الايرور؟ في انا عندي فانكشن كثيره، في عندي لوج كوش لوس مين ابسوليوت ايرور، مين ابسوليوت ايرور مر علينا،
تمام؟ مين absolute percentage error؟ فبالتالي هنا في عندي كتير في الليستة، تمام؟ فبدي أختار لي واحدة. هو إيش مختار هنا؟ فين عندي binary cross entropy. الباينري عادة بستخدمها في الباينري كلاسيفيكيشن. إيش الباينري كلاسيفيكيشن؟ yes or no, positive, negative, one or zero زي هيك، تمام؟ في عندي categorical cross entropy، هذه بتكون مناسبة للكاتيجوريكال تارجت بهذا الشكل. هجيت هو في الكود هنا في الاكزامبل شو مستخدم؟ مستخدم سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. اول ما نشوف سبارس ايش معناها بنفهم. سبارس ماتريكس، مر عليكم المصطلح. ايش ايش بيكون فيه؟ الوت اوف ايش الارقام اللي بتكون موجوده فيه؟ زيروز، صح؟ سبارس زيروز. فبالتالي فعليا هنا لما احكي سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي هو المطلوب انه يطلع لي كل التارجتس زيرو ما عدا واحده واحد. فعشان هيك انه هذه مناسبه اكثر شيء. لو استخدمت شغلات ثانيه برضه مناسبه، بس هذه الانسب، تمام؟ شويه شويه مع الوقت حتتعود عليهم اكثر واكثر، حتتعرف عليهم واحده واحده، مش حتهضم كل حاجه دفعه واحده. فبالتالي حاخد هنا اللوس بتساوي هذا الكلام. وهنا انا بحب ارتب الكود زي هيك، تمام؟ عشان انه انا مكبر الشاشة، انا عندي كتير. واخر حاجة بدي احط الميد فليكس بتساوي accuracy. برضو نفس الفكرة هنا، لو بدي اطلع على المتريكس فين عندي ليست فيها. طبعا مفهوم الاكيورسي والمين ابسوليوت ايرور مختلف. المين ابسوليوت ايرور او الروت مين سكويرد ايرور بيكون مناسب للنيوميريكال تارجت، اما الاكيورسي بتكون مناسبه لمين؟ كاتيجوريكال. بالضبط. فبروح بعد قديش من التست تبعي جاب صح وجاب غلط، فبالتالي هذا بروح بقسمها على العدد الكلي من البيانات، فبالتالي بعتبرها. فبالتالي انا عندي من 10,000 جبت 7,000 جبتهم صح، فبالتالي الاكيرسي 70% بالضبط بهذا الشكل. خلاص هيك انا خلصت، خلصنا الموديل. هجيت نشوف ملخص لإله كيف بشوفه. هذا خليني اشغله. في ايرور الميد تريكس. يعني انا ممكن اختار اكثر من اكيورسي. لو بدي اكيورسي ثانيه مثلا بروح بحطها زي هيك هنا، تمام؟ فهي بتاخذ كليست هيك، تمام. طيب بنشوف ملخص الموديل. شو موديل سامري. هذه السامري بقدرش استخدمها الا بعد الكومبايل. هذه الخطوة رقم ايش؟ 6. فهنا بفتح سلة الكود وبكتب موديل دوت سامري. فبالتالي هنا موديل اسمه سيكوانشال 2 تمام. يبقى هنا انا عندي بعمل لي جدول اللاير والتايب تبعه والاوتبوت شيب وعدد الباراميترز. الباراميترز هنا معناها الويتس الكونكشنز، يعني ما دام انه هذا الانبوت فيه له باراميتر متصل بشيء قبله، لا زيرو. ايش الشيب تبعه؟ اللي هي عباره عن 28 في 28، وهذا عبارة عن فلات فلاتن فلاتن برضو عشان احنا في السياق، وبما انه انا فاتح اعتقد انه كان في عندي رسمة هنا بتوضح شو معنات الفلاتن.
أعتقد هذا الفيديو. واضح شو معنات الفلاتن؟ يعني هاي هادي التسعة هادي كديجت تمام؟ هادي 28 × 28 فبروح بفرطها وبحطهم جنب بعض بهذا الشكل، فبشكلوا لي 400 784. فبالتالي انه هذا هو الرقم الدنس، هذا الهيدن نيورون في 128. هجيت هذا الرقم مش الكالندر، نعم يبقى 784 ضرب 128 بتساوي 10,100,352. وهنا أنا عندي 400، فبالتالي هنا بدي أروح أجمع عليهم 128، بطلع نفس الرقم بالضبط. هجيت ليش أنا جمعت عليهم 128؟ عشان هدول الانبوت هذا عبارة عن حاصل ضرب هذا مع هذا، بس كل نيورون في إله البياس. فبالتالي هنا رسمة النيورون إذا أنا كنت محظوظ هنا إنه تكون هذا النيورون مش فيه الانبوت زي هيك، وهدول الكونكشن تبعت الويت. في هنا عندي عادة بيكون في كونكشن إضافية بتكون البياس تمام. هذا البياس برضو بيكون عبارة عن انبوت تمام، بيكون للنيورون غير الانبوت. هدول الانبوت الخارجية. هذا البياس عبارة عن انبوت انه بيكون موجود لكل نيورون. لا 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 زي لا، على سبيل المثال كان الانبوت كله اصفار، فبالتالي ممكن يكون في عندك من البياس يكون زي عشان انه ما يتصفرش عندك الانبوت، بس لا اكثر ولا اقل. فبالتالي هو عبارة عن انبوت ثابت، مش انبوت ثابت انه القيمة تبعته بتغير، فبالتالي انه موجود في كل النيورونز. فجيت انت عندك 128، فبالتالي بنزيد 128 هذا الانبوت البي، لانه المعادلة مش احنا حكينا ان المعادلة هنا عبارة عن summation الx ضرب الw، الx of الi زائد بالضبط. فبالتالي هنا الواي كيف تحسب في النيورال نتورك؟ هي عبارة عن حاصل sum summation هذه اللي هو ال x x i ضرب ال w i i زائد ال b i تمام. فبالتالي هذا ال b ممكن يكون بالزائد او بالناقص. فعشان هيك بعد ما عملنا حاصل ضرب العدد الانبوت هدول في عدد الانبوت في النيورون اللي بعده، بدنا نزود على حسب عدد النيورونز البي. فبالتالي بنزود عليها 128 بيطلع 1000 او 100,480، نفس الرقم هذا بالضبط. الحد الاقصى لايش؟ لا ابدا. لا مش لغاية انفينيتي، بس الفكرة هنا انه ممكن تحددي نوع عدد النيورونز في الهيدن لاير زي ما بدك، بس مين افضل هذا ولا هذا الايرور هو اللي بيقول تمام. ايش يعني مفرغة؟ لا 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 ابدا، صور عاديه، صور عاديه، وهو لوحده بيعمل فيه شرك سايكشن. هذا الكلام لسه حناخده في السي ان ان، احنا لسه ستيب باي ستيب في التنسر فلو. لانه
قصدك الامنست فاشن هذه عمليات انت عملتها بعد يعني بعد هيك حولتها انه لانه هنا بستخدمش convolution بستخدم نيورال نتورك عاديه فبالتالي راح عمل الصوره حولها لجري سكيل عشان تبسط الموضوع على نيورال نتورك اكثر يعني بس لانه الفكره هذا حنساله الاكزامبل الفكره في الموضوع انه انت تتعرف انه هذا تي شيرت هذا بنطلون هذا كذا فبالتالي انت بتطلع على النمط العام بهمكش الالوان بهمكش لون القميص لون القميص او شكل القميص شكله زي هيك تمام فبالتالي عشان هيك انت بتحوله لجري سكيل اما اذا انت بدك تستخدمه سي ان ان سيبه مثل ما هو بدون ما تحاول ما تعمل جري سكيل هجيت بدي اطلع على الصور الموجوده انا عندي قديش السايز تبعها لو ثابت خلاص بروح بحط الابعاد تبعته بروح بثبته هنا في الكود تمام كذا في كذا لو الصور انا عندي باحجام مختلفه وهذا اللي بيصير فعلا في الداتا ست الحقيقيه ريسكيل بعمل سكيل للصور انه بروح بحولها لمقاس ثابت للكل فبالتالي انه بشوف لي مقاس مناسب فبالتالي الصور الكبيره بروح بصغرها شويه بعملها سكيل فبالتالي هذه عمليات بسويها يعني هنا prepare data set احنا بس مجرد انه احنا قسمنا لو اي شغلات تانية راح نحطها هنا فعشان هيك انا المثال تبعي هنا مبسط تمام وبيحتوي على الشغلات الاساسية فقط بعد هيك اخر واحد هو لوحده ممكن يسمي هذه انه انا ممكن اعطيه تسمية على فكرة بالمناسبة لكن هو لوحده بروح بيسمي مدام هنا في دنس بيحط هنا دنس underscore واحد وانه الاوتبوت عبارة عن 10 وهنا نفس الفكرة 10 في 128 قديش زائد 10 تمام هاي 1290 هدول البراميترز كلهم ترينابل ايش يعني مطلوب منا انه احنا او مطلوب من النتورك في الترينينج انه هي تحدد الويتس تمام نيجي للخطوة اللي بعدها نعمل ترين اللي هي رقمها الخطوة هذه ثمانية سبعة يبقى أنا غلطان في إندكس شغلة معينة هنا هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مزبوط يبقى هنا معمل موديل دوت فيت إيش بديله بالضبط طيب حاجات هنا ممكن ارجع للدوكيومنتيشن عشان انا بحب اسوي شغله معينه موديل دوت فيت هاي الفت شو بتاخذ اكس وواي عشان هيك انا بحب دائما انه الكون يكون الكود ريدبل انه انا استخدم اسماء المتغيرات هذه فبالتالي هنا ممكن ارجع واحكي هنا هاي اكس بتساوي واي بتساوي تمام
مش كمان في عندي باراميترز الايبوكس باي ديفولت هنا بعرف انه لو انا ما حطيتهاش حتكون واحد. فهنا خلينا نحط ايبوكس بتساوي 5 الألف الموديل أنا كنت نسيها 6000 60000 نعم ليش إيش؟ في دي ان ان كلاسيفاير في دي ان ان ريجريسور حنيجيهم واحده واحده. لاحظ هنا في الايبوك الاولى انه اخذت 6 ثواني تمام انه السامبل الواحده اخذت 103 يو اس يو اس اللي هي مايكرو سكند فبالتالي اللوس 25 هنا اللوس قل 11 سبعة من ألف خمسة من ألف معنى ذلك أنه أنا ماشي بالاتجاه الصحيح فممكن أنه أزود إيبوكس كمان وهنا الأكيوريسي 92 96 97 بتزيد بهذا الشكل تمام كيف ممكن يصير أوفر فيتينج في عنا درس حناخده كيف نكتشف الأوفر فيتينج بالرسمة الاكيورسي ايش؟ لا انا حاطط 5 عندي بعد التس بعد التسعة انه بتنزل طيب لو كانت الايبوك انا عندي بتاخد وقت طويل كيف ممكن انا اقدر انه قديش هيحتاج وقت بتشوف الايبوك الواحدة بالضبط فبالتالي هذا لو حطيت 100 هنا قديش هياخد وقت بقدر اعمل استيميشن 100 في 6 يعني 600 دقيقه 600 لا هذه ثانيه 600 ثانيه فبالتالي انه بشوف بقدرها قديش بتاخد وقت في الثواني في ممكن انه هذا ياخد انه وقت اطول من هيك بكثير فبالتالي بقدر انه انا احدد متى حيخلص طبعا في randomization والrandomization كتير important هنا في النيورال نتورك لانه هذا الكلام حنشوفه لما ناخد انه في كل ايبوك بدي ارتب له البيانات على شكل batches وعلى شكل iterations وبدي اعمل randomization جوات هاي الشغلات عشان ما يصيرش في عندي bias في النتورك انه هي تتجه باتجاه معين انا بفهم من كلامكم انه هذه الامور كلها واضحه بالنسبه لكم لانه الاسئله اللي انتم بتسالوها انه اسئله في 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 شغلات لسه انه احنا بدنا ناخدها فهذه الامور بالنسبه لكم واضحه وسهله كيف واضحه بس مش سهله I B Y and B. لو نزلتي بنفع تنزلي الجوب بس بدك تنزلي عندك تنسر فلو نفس الخطوات يعني هذه الخطوة اللي في هذه البيب انستول هذه بدك تكوني انت عاملاها اوريدي قبل على الجيبتر بنفع سواء انت كان عندك اناكوندا او الوين بايثون فبالتالي بتشوف الانفايرمنت اللي عندك وانه بتشغلي بالمناسبه الكود اللي تبع النوت بوكس اللي كلها
أنا عملت أبديت للجيت هاب فبالتالي كل النوت بوكس اللي اشتغلتها إنه هي موجودة هنا. هاي الانترودكشن تو بايثون كلها مرتبة زي هيك وحطيتها بأرقام مرتبة تمام. وبعديها النوت بوكس تبعت الكاجل فحضيف لكم هنا النوت بوكس تبعت الديب ليرنينج فهذه الأمثلة حتلاقوها إنه هي موجودة عندكم هناك. بس أخلص بعملها داونلود وإنه ممكن النوت تستخدموها كمرجع. ضايل عندنا كمان خطوة اللي هي الإيفاليويت. لازم نعمل إيفاليويت. هو فعليا بيسوي الخطوتين في خطوة واحدة إنه الإيفاليويت بتعمل بريدكت وبتحسب الإيرور في خطوة واحدة. فبالتالي هنا الخطوة رقم 8 evaluate. فبالتالي هنا model dot evaluate. هنا بقرأ ايش بياخد x و y وال batch size وال verbos وال sample weights وال callbacks وال workers طبعا إيفال ويت. فهنا بنديله انه الاكس بتساوي اكس تيست والواي بتساوي. ممكن احط له الوركر بتساوي 2 على اساس انه انا عندي معالجين. لو هذا انه التيست سايز في هذه 60,000 فهو مقسمة هنا مش عارف قديش الشيب تبعها قديش الترين وقديش التست. اعتقد انه التست 10,000 فبالتالي انه ممكن انه احنا نستغل التو سي بي يوز او هذه حنستخدمها فيما بعد تمام. فهنا فبالتالي هذا اللوس اللي هو 7 من 1000 والأكيرسي 97. طبعا هذا وين كان على الترينينج هذا الايرور على الترينينج اما هذا الايرور على التست. عشان هيك انه هو اكيد لازم يطلع مختلف تمام. يبقى الخطوات سهلة جدا انه بنحمل الداتا سيت بنعرف سيكوينشال موديل بنضيف لايرز قد ما بدي. طيب لو انا اخترت انه انا بدي اضيف كمان لاير هاي كمان لاير فبالتالي تو هيدن لايرز عندي بهذا الشكل. بدنا نشوف النتيجه الان. فبالتالي هاي بدي ارجع هنا اعمل النتيجه هذه خليني احفظها قديش كانت 97 واللوس 7 من 1000. فهنا بدنا نرجع واقول له run all بدي اقول له run after هنا من هنا عشان يعرف موديل جديد واقول له هنا run after فبيشغل كل السيلز اللي تحت من هاي وتحت. هاي لسه شغال في التريننج بياخد وقت اطول صح؟ يعني مش وقت 6 ثواني برضه نفس الاشي ممكن ثاني هذاك اخذ 5 ثواني. 93 96 97 98 الإيفاليويت 97 وهنا 6 أقل. هذه 97 قديش كان هنا الخمسة؟ هذا أحسن يعني. نزود كمان واحد.
كيف نفس الهيدر؟ طبعا اشوف انا. وهنا في عندك باراميتر تاني انت ممكن تغيره قد عدد هدول، تمام؟ فبالتالي هذا هاي بدي اعمل له سيف عشان اعمل له داونلود ليتر واحط لكم اياه. فبالتالي انه يعني اذا كانش اوريدي انتم كتبتوه معايا بيكون انه موجود عندكم. طيب حقيت هنا بدي ارجع على الدوكيومنتيشن، على الدوكيومنتيشن اروح على الجايد اللي احنا اخذناه، حاجه اسمها هاي ليفل اي بي ايز، يعني انه احنا استخدمنا الكيراس وعرفنا سيكوينشال موديل وعرفنا انبوت هيدن لايرز اوتبوت، عملنا كومبايل فيت ايفالويت، بسيط تمام. بدنا نروح وين؟ على اللو ليفل. اللو ليفل انت مش هتستخدمها في بداياتك تمام، ولكن عشان تعرف فعليا كيف التنسور فلو بيشتغل من جوا لازم يكون في عندك فكره على اللو ليفل. طيب فهنا بدي اعمل نوت بوك جديد، بايثون 3 نوت بوك، ايش يعني بريدكشن على في بريدكت موديل دوت بريدكت، بس هنا الايفالويت بوفر عليك انه بعمل لك بريدكت وايفالويت في نفس الخطوه. برجع لك اياها كتنسور عشان هيك خلينا ندخل شوية في اللو ليفل تمام. يبقى هنا المثال الثاني انه بدنا نروح على التنسور فلو لو ليفل. هذه بدي احاول اقلل قدر الامكان من الشغلات اللي بروح هنا على الصفحة الرئيسية، بس اخذ الانستوليشن وانتم بتطبقوا معايا. بدي اخذ هاي كل مرة لازم اعملها لانه الديفولت انا عندي في الكولاب 1.14 واحنا بدنا نشتغل على احدث نسخة اللي هي 2 نسخة 2. صحيح او في عندك هنا preferences runtime انا مش عارف انا اذا في مش ديفولت انه شغلات بتتنفذ اول ما تفتح النوت بوك. لا حقيقة انت اذا الكود هذا انت كتبته تمام
وسكرت النوت بوك ورجعت فتحته تاني خلص تنسر فلو 2. بس تنسر فلو فاضي او عفوا النوت بوك فاضي ديفولت 1.14، فبدك انه لا تستبدل، وهنا ما فيش داعي للريستارت. لانه فعليا هنا لو رجيت اطلعتي على السيشن انه الانترودكشن ان هي موجوده عندي هنا لسه شغاله، فبالتالي هدول كلهم شيرد. هو بيعطيني 13 جيجا رام، والانفايرمنت تبعت الكيرنل اللي انا بشتغل عليها انه هي شيرد بين هدول الثلاثه، فبالتالي هنا بيجيب لي انه قديش مستخدم منها رام. فعشان هيك لو كانت هذه، لو هذه عملت لها ترمينيت وهذه ترمينيت، عملت امبورت بيطلع لي 1.14 زي ما في اول مره بالضبط. اذا ما اذا 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 السيشن هذيك انه هي فات في الداتا سيت الكبيره، فحتلاقي انه كميه الرام هنا المستخدمه كثيره، فبالتالي هو في السيشن الواحده بديلك 13 جيجا وبوزعها على النوت بوكس كلها. فعشان هيك انت بدك تشغلي نوت بوك وتاخدي تستغلي الذاكره كلها، فبالتالي بتعملي ترمينيت للبقيه. طيب احنا هيك نزلنا، وهنا بدنا ايش نسوي؟ define tf constants. هذا الكود اخذته هاي وزي هيك. خلينا نعمله على مالتيبل سيلز زي هيك. فبالتالي هنا A بتساوي TF constant 0.3، وهنا data type float 32. لو ما عرفتوش بياخد الديفولت هذا الداتا تايب. خليني اشغل هذه السيل، فبالتالي ببساطه انا مش عامل امبورت من اصله، يبقى هنا امبورت تي تنسور فلو از تي اف. وهنا بنشغل الاي، وعشان اشوف الاي كيف شكلها هاي اي، فبالتالي هنا قديش جاب لي الشيب في شيب هنا ايش الرانك تبعه؟ زيرو، لانه هو عباره عن رقم واحد بالضبط. فبالتالي هذه فيكتور بتكون 1 دي. اذا كان رقم لوحده احنا عرفنا كونستانت والقيمه تبعته 3، فبالتالي الرانك تبعه زيرو. وهنا ايش حط لي كمان؟ التايب فلوت 32، وانه الفاليو تبعته از انمبي اري بوينت 3.0. تمام، ايش التايب تبعه؟ تي اف تنسور. والبي نفس الاشي، عرفت له داتا تايب؟ لا، فبالتالي هو بياخذ باي ديفولت. بس هنا معطي لك اياه عشان اذا انت بدك تعرف int او unsigned int او اي value من values اللي انت بدك اياها. فهذا برضو نفس الفكرة، كل واحد اداله id، هذا id تبعه 1، هذا id تبعه 2، وهي التايب اخذ 32. الان لو عرفت التوتال بتساوي الa زائد الb، شو بتتوقع النتيجة؟ 3 زائد 4 7. يعني لو عملت زي هيك توتال
نعم. طيب لو حكيت هنا عبارة عن 7 والشيب بالضبط شيب 0 والديتا تايب في عندي هذه كمان اكتياف دوت برينت توتال. فتطلع النتيجة معي 7 بشكل مباشر زي هيك اكتياف دوت برينت. كيف؟ ايش يعني لك؟ بتعود عليها توتال، توتال بتستخدمها كفاريبل وين ما انت بدك. فبالتالي هدول انت بدك تستخدمها جوات التنسور فلو، فبالتالي عنده القدرة انه هو يتعامل مع التنسور. تمام؟ حلو الكلام؟ حلو الكلام. وهذا عشان انه احنا نميزه بدنا نسميه فيرجن 2. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل نوت بوك جديد بايثون 3 وهنا بس عشان انه احنا نتاكد في هذه النوت بوك نقول هنا tf dot version 2 I save. طيب بدي اروح هنا على الران تايم وهنا tf low level وهنا بدنا نسميه فيرجن 1.14 واروح هنا على الران تايم طيب هو مش عامل كونكت فبالتالي انه هذيك انا بفترض انه هي ترمينيتد وعشان اتاكد من الفيرجن هي امبورت تنسور as tf ونعمل هنا tf اثنين. فاحنا ايش بنروح نسوي هنا؟ بنروح نعمل ترمينيت لهاي ولهاي وهنا بنعمل ريستارت او ريكونكت كمان مره. برضو 2 ريست اول ران تايمز. اوكي هاي 1.14. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بدنا نرجع هنا ناخد هذا الكود نفس الكود A بتساوي TF constant 3 B 4 total بتساوي 3 زائد 4 as a tensors وهنا بدي اطبع الـ A والـ B والـ Total. ايش النتيجة؟ هنا الـ A عبارة عن Tensor Constant وهذا Constant Underscore واحد كل ما يلاقي اسم مشابه بروح بحط Underscore بحط Index. تمام؟ وبحط الشيب والتايب تبعه والشيب والتايب تبعه والتوتال عرفها عبارة عن عملية جمع
وهي الشيب تبعها 0 والتايب فلوت 32. بعبارة أخرى التنسور فلو فيرجن 2 بيسمح لي إنه أنا أعمل حاجة اسمها Dynamic Execution، بينما تنسور فلو 1.14 بيسمح ليش إنه أنا أعمل Dynamic Execution. شو معنات هذا الكلام؟ هجد الستاتيك إكسيكيوشن أوبتيمال أكتر في تشغيل الكود، لأنه تخيل أنا في عندي نتورك كتير كبيرة فيها كتير من اللايرز، فيها كتير من الكونفولوشن، الأفضل أن أعرفها ستاتيك تمام؟ وأعرفها كجراف، وبعديها بعد ما أثبت هذا الكلام بعمل فيد للديتا وإنت بتعمل الحسابات لوحدك. هذا الستاتيك. أما الدايناميك زي البرمجة التقليدية، هذه مش برمجة تقليدية، هاي مش زي برمجة البايثون اللي احنا تعودنا عليها، إنه أنت بتعرف A و B وتقول له A زائد B بتتوقع إنه يطلع لك ناتج الجمع. لا، هو إيش طلع لك؟ طلع لك انه هذه عباره عن اوبريشن، عمليه جمع مش الناتج تبعها، فبلزمك انه انت تعملها اكسكيوشن. هيك انت بتعرف جراف تمام. الجراف هذا هيو زي هيك، انه انت بتعرف انه كونستانت 3 وكونستانت 4 وفي عندك عمليه جمع، فهذا انت عرفته كجراف وبتعمل له اكسكيوشن بعديك بعد هيك في سيشن تمام. فبالتالي لما أضيف هذا الكود زي هيك هنا بروح بعرف سيشن، سيشن تيف سيشن، وأقول له سيشن ران لهذه النوت، لهذا التنسور. مش هذا التنسور عبارة عن عملية جمع؟ بقدر أعمل له ران، فبالتالي هنا بطلع عندي الناتج 7 1.14، لأنه هو بيسمح لك أنه أنت بتعرفه ستاتيك. إيش يعني دايناميك؟ وقت ما أنت بتكتب كود وبتعمل ران بتطلع لك النتيجة. أما الستاتيك عرف الجراف وبعديها بتعمل ران في سيشن تمام؟ طبعا هنا الكود في فيرجن 2 أسهل لأنه أقرب للبايثون تمام؟ لكن من ناحية أوبتيماليتي في 1.14 أوبتيمال أكتر، بس بيقول لك في فيرجن 2 ما تقدر ما تقلقش من ناحيه الاوبتيماليتي، لانه انا حسوي الشغل هذا عنك، انه اللايبرري نفسها انه تنسر فلو حتسوي الشغل هذا عنك تمام. هذا الكونسبت كتير مهم، وهذا احد اهم الفروق بين البي تورش والتنسر فلو، لانه البي تورش من يوم يومه اصلا دايناميك، والتنسر فلو كان ستاتيك وصار يسمح لي انه انا اعمل دايناميك، فصار في تطور في الموضوع تمام. لا لا لا، حتى لو انه لو عرفناه انه كفاريبل عادي برضو نفس الفكره، انه انت بتعرفه كجراف زي ما شفنا زي هيك هنا كجراف، وبعديها بتعمل له اكسكيوشن بغض النظر اذا كان هذا كونستانت ولا بليس هولدر تمام. المره الجايه ان شاء الله حنتعرف على بقيه الاشياء في التنسور فلو زي البليس هولدر والشغلات هذه كلها، انه هيك احنا نزلنا لو ليفل شويه، بدنا ننزل لو ليفل بعديها بنرجع مره ثانيه نطلع لو ليفل، تقلقوش ان شاء الله تمام. فخلينا نتوقف هنا وبنستأنف المحاضره القادمه ان شاء الله. باللو ليفل اذا انت بدك تعمل كاستمايزيشن بفهمك تفهم كيف بيشتغل من جوا عشان انه انت تعمل كاستمايزيشن، هذا في مرحله متقدمه ليتر يعني تمام. سؤالي مثلا انت دورت في 10 بروجكت في بيرلين، انت في ال 10 جبت منها ولا واحدة منهم، بس إذا شغلة أدفانس أنت بتحتاج إنه أنت تنزل لو ليفل، الكونسبت بسيط ويعني شرحناه في لا يتعدى عن 10 دقائق، يعني ضروري جدا إنه يكون الكونسبت موجود جدا، ولأنه إذا أنت بدك قررت تعمل سويتش بعد هيك على بي تورش، إجتك شركة بتقول لك لا بدي بي تورش بالضبط، بدك تكون فاهم إيش الفرق بين الدايناميك والستاتيك اكسكيوشن.
الستاتيك ممكن نعتبره low level. نعم. سجل الأسئلة. الباندا مش مسجلة؟ حكيت بفحص. إيش سؤالك؟ الان سوبرفايزد؟ نعم، بس خلينا نقطع الشوط شوية في الديب لأنه ككونسبت إنه مهم، وبعدها حنرجع للان سوبرفايزد. هايو باندا بارت واحد، فيش غير بارت واحد. بارت اثنين وينه؟ طيب اوكي ممكن اعمل ستوب لهاي.